بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض محاضره جديده في تبع البايو كيمستري. هنتكلم النهارده عن الكوليسترول، اللي هو الكوليسترول يعني. تمام كده يا شباب؟ المحاضره بتاعت النهارده، احنا والله الكوليسترول ده من الحاجات اللي المفروض لها اهميه كبيره جدا في جسمنا، بالاضافه طبعا لها برضو من ناحيه الكلينيكال يعني لها امراض كثيره جدا ريليتد للكوليسترول. تمام كده يا شباب؟ فاحنا المحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله هتشمل كام عنوان كده، في منهم هم عنوانين تقريبا بس هم الكبار، الباقي كله حاجات صغيره. الاول هنعرف ايه الكوليسترول ده، ليه سميناه كده، وهنعرف الاستراكشر بتاعه بيتكون من ايه، التركيب الكيميائي. بعد كده هنعرف موجود فين في جسمنا وازاي بنحصل عليه، والامبورتنس او اهميته او بيدخل في تركيبه في جسمنا. وبعد كده هنتكلم على العنوان الكبير بقى اللي هو السينسز او التصنيع، خطوات بسيطه جدا وسهله، وجايب لكم دياجرام هتحفظوا عليه مش هتلاقوا فيه اي صعوبه. ثم بعد كده هناخد الريجيوليشن بتاعته، هو كلام كله انش بس في كام معلومه اللي هركز لك عليها. وبعد كده في الاخر هنعرف ازاي جسمنا بيتخلص من الكوليسترول، يعني ازاي بيحصل له اكسكريشن ويخرج بره الجسم. واخيرا هنتكلم على الفاكتورز او العوامل اللي مثلا ممكن تزود او العوامل اللي ممكن تقلل الكوليسترول. ثم بعد كده في النهايه هنتكلم عن حالتين، امتى الشخص يكون عنده هايبر كوليستروليميا، يعني عنده تركيز عالي من الكوليسترول، زي الناس اللي بتاكل دهون كتيره كده، او الناس اللي عندها مثلا سمنه مثلا بيبقى عندها كوليسترول عالي، واللي معرضه اكتر طبعا لتصلب الشرايين والكلام ده. والحاله الثانيه اللي هي الهايبو كوليستروليميا، او الناس اللي بيبقى عندها نقص في الكوليسترول. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالى نبدا مع بعض. اول حاجه الكوليسترول سينسس ترانسبورت اند اكسكريشن، ده الحاجه الاساسيه بتاعتنا. الاول كلمه كوليسترول دي يا شباب جايه من ايه؟ ثانيه واحده كده، ايوه تمام. قال لك كلمه كوليسترول جايه من كلمات يونانيه، كلمه كول اصلا يعني بايل، كلمه كول يعني بايل، لان نعرف ان الكوليسترول ده يا شباب ليه علاقه يعني ايه قويه جدا ما بينه وما بين العصاره الصفراويه. تمام كده يا شباب؟ اللي هي البايل سكريشن وكده. تمام كده. كلمه ستيرول جايه من كلمه سوليد، وقول يعني الكحول. تمام كده، لان بيبقى داخل في تركيبه هنعرف دلوقتي مجموعه هيدروكسيل اللي هي الاو اتش. تمام كده. الكوليسترول منتشر جدا في جسمك كله، لان هنعرف كمان شويه ان هو بيدخل اصلا في تركيب السيل ممبرين. يا معلم انت واخدها من زمان اصلا، ان الكوليسترول بيدخل في تركيب السيل ممبرين، او احد هو احد الليبيدز اللي موجوده في السيل ممبرين، وبالتالي يبقى الكوليسترول هتلاقيه في جسمك كله. تمام كده. طيب مقدمه بس يعني للمعرفه، ما بيجيش عليها اسئله. تعالى الاستراكشر بتاع الكوليسترول، لو بصينا على الرسمه اللي قدامنا كده يا شباب هتلاقي ان الكوليسترول عباره عن ايه؟ طبعا اللي متحوطه باللون المربع البينك ده يا شباب، دي بيقول لك اسمها الاستيرويد نيوكلس. اسمها ايه؟ الاستيرويد نيوكلس. والاستيرويد نيوكلس دي عباره عن كام رينج؟ قال لك عباره عن ادي 1 2 3 4، اربعه رينجز اللي هم A و B و C و D. تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا اول حاجه ايه؟ الاستيرويد نيوكلس اللي هي عباره عن اربعه رينجز او اربع حلقات ماسكين مع بعض. تمام كده؟ طيب وماسك فيها هنا من تحت يا شباب مجموعه ايه؟ مجموعه هيدروكربون تشين. تمام، ماسك فيها ايه؟ هيدروكربون تشين اللي هي سي اتش وكده. طيب بعد كده طبعا سي اتش وسي اتش 2 وسي اتش 3 وهكذا، تفضل بقى على حسب طول الهيدروكربون الشين دي. طيب وكمان ماسك فيها مجموعه هيدروكسيل اللي هي الاو اتش هيدروكسيل جروب، بتبقى ماسكه فيها كربون يا شباب. قال لك الكربون اللي هي ماسكه فيها دي سي 3، لان دي بص دي 1 ودي 2 ودي 3، طبعا نقطه الالتقاء دايما دي بتبقى ايه؟ بتمثل كربونه. تمام كده، اظن الكلام ده احنا عارفينه من الكيمياء يعني. تمام، المهم يعني ان هي الاو اتش دي بتبقى ماسكه فيها كربونه سي 3. تمام كده يا شباب. تمام، هو اصلا عدد الكربونز اللي موجوده في الكوليسترول كام؟ قال لك 27 كربون، والرقم ده مهم. يبقى احنا عندنا تاني يا شباب الكوليسترول بيتكون من ايه؟ من هو عباره عن انيمال ستيرول. ستيرول طبعا اقصد بيه ان هو يندرج تحت علك الليبيد او الدهون. تمام، وخد بالك من كلمه انيمال، لان هو بيبقى موجود اصلا في الانسان فقط والحيوانات، انما مش موجود في النباتات. تمام كده يا شباب، يعني النباتات ما عندهاش كوليسترول. تمام كده. طيب يبقى تاني هو ايه؟ عباره عن انيمال ستيرول، يبقى خلي بالك من كلمه انيمال، بيحتوي على استيرويد نيوكلس اللي اتفقنا عباره عن اربعه رينجز ماسكين مع بعض و27 كربون، او هو بيتكون من 27 كربون. تمام كده؟ تمام، الاستيرويد نيوكلس زي ما اتفقنا عباره عن اربعه فيوزد رينجز، اربع حلقات ماسكين مع بعض A و B و C و D، بنسميها سايكلو بنتانتو بنتانو بيرهيدرو فينانسرين فينانسرين. تمام كده، يبقى تاني سايكلو بنتانو بيرهيدرو فينانسرين. تمام كده، الاسم مش مهم قوي يعني ما بيتسالش فيه قوي، ولكن اعرف بس ان هم ايه؟ اربعه فيوز رينجز، بيبقى ماسك كمان فيهم برانشد هيدروكربون تشين، بتبقى ماسكه في اهل رينج يا شباب، بتبقى ماسكه في الدي رينج اللي هي الاخيره دي. تمام، شايفين اهو ماسكه فيها ايه؟ تمام كده يا شباب، يبقى ده اهي اللي انا مشاور عليها بالسهم، دي الهيدرو كربون تشين.
طبعا اسمها هيدرو كربون لانها عباره عن ايه؟ ذرات كربون وذرات هيدروجين، تمام كده يا شباب؟ تمام. كمان في زي ما اتفقنا في عندنا الكحول هيدروكسيل جروب، عشان كده كنا بنقول كلمه اول يعني الكحول، لان في ايه؟ لان في هيدروكسيل جروب اللي هي الاو اتش، تمام، ماسكه فيها كربونه سي 3، تمام كده؟ وده اللي بيخلينا نصنفه كاستيرول. التركيب ده بقى الاستراكشر اللي عندك كله يا شباب بيخلينا نصنف الكوليسترول كاستيرول، وبيندرج تحت عيله الليبيدز، تمام كده؟ كده خلصنا اول عنوان اللي هو الاستراكشر، تمام كده. طيب تاني عنوان معانا وهو الديستريبيوشن او السايت بتاع الكوليسترول في البادي، يعني الكوليسترول ده يا جدعان موجود فين في جسمنا؟ زي ما اتفقت معاك هو موجود في افري بادي سيل ممبرين. اي سيل ممبرين يا جماعه موجود في جسمك بيبقى داخل في تركيبه كوليسترول، ده احنا عارفينه من زمان، اول محاضره خلاص اخذناها في البايو اول ما دخلنا الكليه، تمام كده، ان السيل ممبرين بيبقى داخل في تركيبه كوليسترول، تمام كده. ده اول حاجه، وده طبعا بيعرفك الاهميه الكبيره قوي للكوليسترول في جسمك، تمام كده. يكفي طبعا ان هو بيدخل في تركيب السيل ممبرين بتاع الخلايا، تمام كده. طيب تاني حاجه، بيبقى موجود بتركيزات عاليه جدا في بعض الاورجانز، زي اهمها طبعا وعلى راسهم الليفر، البرين، الكيدنيز، الاوفري، التستس، السوبرارينال كورتكس، تمام كده. حتى اصلا يعني مثلا الليفر والبرين ده مشهورين قوي، الليفر والبرين والكيدنيز، ليه؟ حتى دايما الناس اللي بتاكل مثلا اللحوم اللي هي يقول لك ده بياكل كلاوي وبياكل كبده، اللي هو الكبده اللي احنا بنعملها في البيت بتاعت الحيوانات، طبعا دي بيبقى داخل فيها كوليسترول، تمام كده. تمام، فيبقى الليفر والبرين والكيدنز مش هننساها طبعا، دي الحاجات بتاعت المصمت بقى والناس اللي بتاكل الحاجات دي، تمام، بالاضافه الى الاوفرز والتستس والسوبرارينال كورتكس، لان اصلا الحاجات دي اصلا بتصنع هرمونات بيبقى داخل في تركيبها دهون وكوليسترول وكده، فطبعا اكيد بتبقى غنيه بتركيزات عاليه جدا من الكوليسترول، تمام كده يا شباب، عشان تؤدي الفانكشن بتاعتها. طيب بعد كده بالنسبه للبلاد بقى، هل البلاد يا شباب بيبقى فيه كوليسترول؟ واحد هيفكر كده شويه يقول لي والله الكوليسترول ده انت لسه قايل ان هو دهون، والبلاد ده لازم الحاجه عشان تمشي جوه البلاد لازم تكون هيدروفيليك، يعني لازم تكون محبه للميه. طب ازاي الكوليسترول هيمشي او الكوليسترول هيبقى موجود في البلاد ازاي؟ بص يا شباب، هنعرف ازاي الكوليسترول هيبقى موجود في البلاد بعد كده، ولكن هو حرفيا الكوليسترول فعلا بيبقى موجود في البلاد، لان هو بيبقى ماسك مع حاجات ثانيه، وبيبقى موجود في صورتين، يا اما ان هو فري لا في صوره مفرده كده اللي هو كوليسترول ماشي لوحده، يا اما ان هو بيكون استراتيفايد. وكلمه استراتيفايد يعني اي، اول ما تسمع كلمه استراتيفايد اعرف ان الحاجه دي ماسكه في فري فاتي اسيد، تمام كده. يعني بنجيب الكوليسترول ده يا شباب ونمسكه مع فاتي اسيد، فيبقى كده اسمه استراتيفايد كوليسترول. يبقى كلمه استراتيفايد دي معناها ايه يا شباب؟ ان هو كومبايند او ماسك مع فاتي اسيد، تمام كده. يبقى تاني كوليسترول موجود في البلاد، يا اما ان هو كوليسترول كده لوحده نتيجه ان واحد مثلا واكل حاجات كتيره، يعني مثلا واكل كبده، واكل يعني ايه كلاوي، حاجات من كده، ويا اما يكون استراتيفايد يعني ماسك مع فاتي اسيد، تمام كده. طيب النورمال ليفل بقى الطبيعي من الكوليسترول، الكوليسترول طبعا اكيد بيبقى موجود في الدم بتركيز، ليه تركيز ايه؟ نورمال ليفل. قال لك النورمال ليفل بيكون اقل من 220، يعني ما ينفعش يزيد فوق ال 220، لو زاد فوق ال 220 ممكن تدخل في حاله اسمها ايه يا شباب؟ هايبر كوليستروليميا، الناس بقى اللي بيبقى عندها كوليسترول عالي وعم بياكلوا دهون كتيره او عندهم سمنه هكذا بقى، تمام كده يا شباب. يبقى اذا خلي بالك الرقم ده مهم جدا جدا جدا، وليك بصفه عامه، يعني مهم في المنهج ومهم ليك بصفه عامه، عشان لما حد يجيب لك كده تقرير مثلا او تحليل محلل مثلا دهون، فانت تبص على الكوليسترول ده وتبقى عارف ان الرقم ما ينفعش يعدي ال 220، الرقم الطبيعي يكون اقل من 220، تمام كده يا شباب؟ تمام. هنعرف كمان طبعا اقل من 220 لحد 140، يعني من 140 ل 220، لان اقل من 140 هنعرف كمان شويه ان هو اسمها هايبو كوليستريليميا، بس غالبا يعني هو بيكون اقل من 220، لازم يكون اقل من 220، 200 210 190 كده يعني، فاهمين؟ طيب بعد كده بيقول لك كمان اخر حاجه بقى، بيقول لك ان هو كمان موجود في الانيمالز فقط، لان احنا زي ما اتفقنا قلنا من شويه ان هو عباره عن انيمال ستيرول نوت امبلانتس، يعني مش موجود في النباتات، خلي بالك من المعلومه دي برضو، ان هو مش موجود فين؟ في النباتات، تمام كده. تمام، ده كده خلصنا تاني عنوان اللي هو السايت او الديستريبيوشن، اتفقنا ان هو موجود في السيل ممبرين، موجود في بعض الاورجنز الليفر والبرين والكيدني والاوفري والتستس والسوبرارينال كورتكس، موجود في البلد في صورتين فري واستراتيفايد، واتفقنا ان هو التركيز بتاعه ايه؟ اقل من 220 وما ينفعش يزيد اكتر من كده، ده الطبيعي، وموجود في الحيوانات فقط مش موجود في النباتات. طيب العنوان اللي بعد كده قال لك السورس، يعني انت هتجيب الكوليسترول ده منين بالنسبه لك كشخص؟
قال لك والله يا اما ان جسمك يصنعه يا اما ان انت تاكله في الاكل. مش انا لسه قايل لك ان هو مثلا الناس اللي بتاكل كبده وكلاوي ومخ والحاجات اللي موجوده في المصمت دي، قال لك يبقى المصدر ده لو انت هتاخدها من الحيوانات، من الاعضاء بتاعت الحيوانات زي الكبده وكده، قال لك يبقى السورس ده نقول عليه اكسوجينس سورس. اكسوجينس يعني من مصدر خارجي، مش جسمك اللي بيصنعه، تمام كده؟ وفي الحاله دي زي ما اتفقنا هو بنجيبه من الانيمال اوريجين. من الانيمال ايه؟ اوريجين. زي الايجيوك اللي هو صفار البيض بيبقى فيه كوليسترول بالمناسبه، الميت، اللحمه، الليفر، البرين، تمام كده؟ الحاجات اللي ممكن تاكلها في الاكل وبيبقى فيها ايه؟ طبعا دي مصادر كلها مصادر حيوانيه، تمام كده يا شباب؟ تمام. بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على كوليسترول. في الحاله دي انت المفروض الدايت بيوفر لك 400 مللي جرام بردي، يعني انت في اليوم الواحد بتاكل 400 مللي جرام لو هتاكل طبعا ايه؟ في الحاجات الطبيعيه، الاكل الطبيعي بتاعك، الدايت اللي هو لا عالي قوي ولا قليل قوي، اللي هو الحاجات الاكل المتوازن. المفروض ان الدايت يوفر لك 400 مللي جرام من البروتين، من الاسف من الكوليسترول كل يوم. طب واحد هيقول لي طب مش 400 ده اعلى من ال 220 اللي انت قايل عليه؟ ما انت لما تاكل الحاجات دي طبعا بيبقى فيه زي ما هناخد كمان شويه عنوان اسمه الريجوليشن، ان انت ازاي بتنظم وتحافظ على التركيز ده، ان انت لو واكل مثلا حاجه فيها كوليسترول كتير قوي ازاي جسمك هينظم وينزل الرقم ده يا شباب ل 220. خد بالك ال 220 دي تركيزه في الدم، في الدم فقط. ال 400 دول طبعا انت لما تاكل 400 هيجي منهم مثلا هتلاقي في منهم 220 في الدم، هتلاقي في اجزاء منهم بيروح على السيل ممبرين، يدخل في تركيب السيل ممبرين، حاجات بتروح تتكون الهرمونات هكذا يعني، تمام؟ فال 400 دول مش كلهم بيبقوا موجودين في الدم، تمام؟ طيب تاني مصدر قال لك ان جسمك هو اللي يصنع، اللي اسمه اندوجينس سورس. اندوجينس سورس يعني مصدر داخلي، يعني جسمك هو اللي بيصنعه. وتقريبا طبعا لاهميه الكوليسترول في الجسم، ان الكوليسترول بيدخل في تكوين السيل ميمبرين للخلايا الجديده، بيدخل في تكوين الهرمونات اللي هي الاسترويد هرمونز زي الهرمونات الجنسيه والهرمونات بتاعت السوبرارينال كورتكس، ومهم جدا عشان تكوين بعض الفيتامينز زي فيتامين دي. فهو ليه اهميات كتيره جدا في جسمك وانت بتحتاجه باستمرار، فدايما جسمك هيصنع كوليسترول باستمرار اللي تقريبا حوالي بيصنع 400 مللي جرام بير دي. طبعا ده رقم كبير وده بيدل على اهميه الكوليسترول في جسمك، لان ال 700 دول هتطلع، ال 700 زائد ال 400 هتطلع منهم 220 المفروض ان هم يفضلوا موجودين جوه الدم، والباقي بقى كله بيدخل في تكوين حاجات في جسمك، تمام كده يا شباب؟ تمام. طب انا ازاي بصنع الكوليسترول من جسمي؟ قال لك احنا هناخد دلوقتي السنسز او الستبس بتاعته ازاي بنصنعه، ولكن الماده اللي بنبدا بيها يا شباب اللي بتعتبر الطوبه الحمراء دي بالنسبه لي، الطوبه الحمراء اللي هبني بيها الجدار الكبير او الكوليسترول الكبير، هي اسيتايل كو اي. يبقى دي بتمثل ايه يا شباب؟ الطوبه الحمراء الصغيره اللي هبني منها الجدار، تمام؟ يبقى الطوبه الحمراء الصغيره اسمها ايه؟ الاسيتايل كو اي، تمام كده؟ طب هو انا اصلا بجيب الاسيتايل كو اي ده منين؟ قال لك بتجيبه من الكربوهيدرات. لما انت بتاكل كربوهيدرات والكربوهيدرات يحصل لها ميتابوليزم، بينتج في النهايه او بتطلع من الكربوهيدرات بيطلع حاجه اسمها الاسيتايل كو اي. يوم الاسيتايل كو اي ده مش هنرميه طبعا، ده احنا بناخده بعد كده نحول منه ايه؟ او نكون منه كوليسترول، تمام كده يا شباب؟ يبقى كده احنا خلصنا ثاني عنوان معانا اللي هو السورس، وعرفنا ازاي نجيب الكوليسترول، يا اما من مصدر خارجي من الانيمال اوريجين بيوفر لي 400 مللي جرام بير دي، يا اما الجسم بيصنعه حوالي 700 مللي جرام بير دي من الاسيتايل كو اي اللي اصلا بيجي من الكربوهيدرات. الارقام مهمه والكلمات اللي انا عامل لك عليها بونت كده هي دي مهمه برضه، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب تعالى ندخل على العنوان اللي بعد كده وهو البايوكيميكال امبورتانس. ايه اهميه الكوليسترول في جسمك؟ احنا لسه متفقين من شويه وخلاص بقى نجمعهم مع بعض. اول حاجه بيدخل في تكوين السيل ممبرين، الكوليسترول مهم جدا كاحد الاستراكشرز المهمه والاساسيه لتكوين السيل ممبرين، ده اول حاجه. ثاني حاجه ودي ما قلناهاش، هو بيدخل في تكوين او مهم جدا عشان النيرف اندكشن، النيرف كوندكشن. النيرف كوندكشن ده اللي هو انتقال الاشارات العصبيه. طيب ليه بقى؟ قال لك لو انت فاكر ان احنا عارفين ان احنا عندنا كده الاكسون، ادي مثلا نفترض دي خليه عصبيه وادي ده الاكسون بتاعها، تمام؟ الاكسون بتاعها يا شباب، الاكسون بتاعها لو فاكرين كان في عندنا حاجه كده، شايفين فاكرين ايه ده؟ اللي انا برسمه ده هو الميالين شيز. الميالين شيز ده يا شباب اللي هو الغشاء اللي بيحوط الاكسون بتاع السيل ممبرين اللي بيشتغل كعازل، عازل ايه؟ عازل كهربي، عشان لما تيجي الاشارات العصبيه تنتقل كده اللي هي ما بين الانتر اللي هي النودز اللي ما بين كل شوان سيل او كل شوان ممبرين والتاني، تمام؟ تنتقل كده، شايفين اللي هي حركه الارنب دي لو فاكرين، تمام؟ كنا اخدناها في النيرف كوندكشن.
قلت لك بقى الميالين شيز ده يا شباب اهميته بقى ايه، او بيدخل في تركيبه ايه، بيدخل في تركيبه الكوليسترول، وبالتالي يبقى انت بتحتاج الكوليسترول كحاجه مهمه جدا عشان تكون الميالين شيز اللي هو بيستخدم كانسليتور او بيعمل انسليشن للنيرف فايبرز، يعني بيعزل النيرف فايبرز عشان يسرع من الكوندكشن بتاع الاشارات العصبيه. طيب ثالث حاجه قال لك، واحنا زي ما اتفقنا كلمه كول يعني بايل، لان احنا هنعرف ان الكوليسترول ده بيدخل اصلا في تكوين البايل اسيد والبايل سولتس اللي هي اصلا الاستراكشرز او الكومبوننت الاساسيه بتاعه العصاره الصفراويه اللي بعد كده بتستخدم في تكسير الدهون وتحول الدهون الى مستحلب دهني وهكذا. تمام كده يا شباب؟ فهي البايل اسيد والبايل سولت دي مهمه جدا 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 عشان الفات ابزوربشن وعشان امتصاص الدهون، وعشان تكون البايل اسيد والبايل سولت انت محتاج كوليسترول. تمام كده يا شباب؟ طيب رابع حاجه قال لك بيدخل كمان في تكوين الاستيرويد هرمون زي الجلايكوكورتيكويد اللي بتتصنع في السوبرا رينال كورتكس، وكمان السكس ستيرويد اللي بتتصنع برضو في السوبرا رينال كورتكس، وكمان بتتصنع في الاوفرز والتستس، وبالتالي هو مهم جدا. عشان كده كنا من شويه بنقول ان الكوليسترول موجود بتركيزات عاليه في الاورجانز دي. تمام كده؟ ليه؟ لان الاورجانز دي بتصنع الاستيرويد هرمون، وبالتالي هي بتحتاج دايما الكوليسترول بتركيزات عاليه. طيب كمان بيدخل في تكوين او في تركيب الفيتامين فيتامين دي 3 اللي هو اصلا بيتكون من 7 ديهايدروكوليسترول. يعني احنا المفروض عندنا الكوليسترول كده بنيجي نعمل عليه شويه تفاعلات كده يا شباب لحد ما نكون ايه، لحد ما نوصل لماده اسمها 7 ديهايدروكوليسترول اللي غالبا بتبقى موجوده في الجلد بتاع جسمك. وبعد كده ال7 ديهايدروكوليسترول دي يا شباب بتكون الفيتامين دي المهم جدا عشان، او بيبقى داخل في تكوين او بيبقى موجود في السكين عشان يحمي الخلايا بتاعه جسمك. تمام كده يا شباب؟ طيب بعد كده يبقى ده كده بالنسبه لايه، بالنسبه للبايوكيميكال امبورتانس او الاهميه بتاعه الكوليسترول. بعد كده تعالى ندخل بقى ازاي نصنع الكوليسترول، السنسز اوف كوليسترول. بص يا سيدي، طبعا دي ده دايجرام بالمناسبه، يعني قبل ما ننقل الدايجرام ده بيقول لك والله اهو بيدخل في تركيب السيل ممبرين، الاستيرويد هرمونز، البايل اسيدز، فيتامين دي، وكمان احنا غالبا بنصنع الكوليسترول بتاعنا اور سيلفز، يعني احنا بنصنع الكوليسترول انا قلت لك احنا بنصنع حوالي 700 مللي جرام بير دي اللي هو الاندوجينوس، ولكن في بعض الحاجات بتيجي عن طريق الدايت اللي هم 400 مللي جرام بير دي اللي قلت لك عليهم، اللي بيجوا منين؟ بيجوا من الاكل اللي انت بتاكله. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده تعالى ندخل على السنسز او ازاي بنصنع كوليسترول بقى. قال لك الاول احنا قبل ما نعرف ازاي بنصنع عايزين احنا بنعرف احنا بنصنع فين، بنصنع فين. احنا لسه قايلين من شويه ان احنا بنستخدم الطوبه الحمراء بتاعتنا مين؟ الاسيتايل كو اي. تمام، فخليك فاكر الطوبه الحمراء او حجر الاساس بتاعنا اللي هنعتمد عليه في التركيب هو او اللي هنبدا بيه هو الاسيتايل كو اي. طب احنا بنصنع فين؟ فين المصنع؟ المصنع بتاعنا موجود فين؟ قال لك في عندنا مصانع انتراسيلولار لوكيشن، يعني مصانع موجوده جوه الخليه ذات نفسها، وده متمثل في الاندوبلازميك ريتيكولم. لو فاكرين الاس سي اي ار اللي كانت يعني واخده مسؤوليه او ريسبونسبل فور تصنيع الليبيدز. تمام كده؟ كان وظيفتها او من وظيفه الاس سي ار لما خدنا كده في الهيستولوجي زمان ان الاس سي ار دي من وظائفها انها بتصنع الليبيدز. تمام كده؟ فالاندوبلازميك ريتيكولم يا شباب بيبقى بتمثل احد المصانع اللي بيتصنع فيها الكوليسترول. طبعا الاندوبلازميك ريتيكولم دي موجوده جوه الخليه، كمان السيتوسول، يعني في بعض الكوليسترول بيتصنع جوه السيتوبلازم بتاع الخليه. فاذا سواء الاس سي ار او السيتوسول دي الاثنين دول موجودين ايه؟ انسايد ذا سيل. انسايد سيل، عشان كده بنقول عليه انتراسيلولار لوكيشن. طيب تاني حاجه على مستوى الاورجانز بقى، قال لك اشهر الاورجانز اللي بتصنع لك هو الليفر. هو تقريبا اصلا بيقول لك تقريبا كل النيوكليتد سيل كان سنسيتايز الكوليسترول، يعني تقريبا اي خليه فيها نيوكلياي في جسمك يا شباب تقدر تصنع كوليسترول. ايه ده، هو في خلايا ما فيهاش نيوكلياي؟ ايوه طبعا، زي الار بي سيز مثلا ما فيهاش نيوكلياي. تمام كده؟ ما فيهاش انويه. تمام، فهو بيقول لك تقريبا كده كل اي خليه في جسمك فيها نيوكلاس فيها نواه، فالنواه دي بتحمل الجينات المسؤوله عن تكوين او تصنيع الانزيمات المهمه الكي انزيم بتاعه تصنيع الكوليسترول، وبالتالي طالما الخليه دي فيها نواه يبقى اذا فيها الجين اللي يقدر يصنع كوليسترول او المسؤول عن تصنيع الكوليسترول، وبالتالي الخليه دي هتقدر تصنع الكوليسترول. طبعا اشهر اورجان يا شباب واهم اورجان بيصنع كوليسترول وبيصنع دهون بصفه عامه في جسمك هو الليفر. تمام كده؟ الكبد. تمام، يبقى اذا الليفر، وخد بالك ده سؤال مهم جدا، الليفر هو الميجور سايت او اهم مكان لتصنيع الكوليسترول، بالاضافه طبعا لبعض الاورجانز الثانيه زي البرين زي الكيدنز وهكذا، وزي اهو زي الانتستين وزي الادرينالز وزي الريبرودكتيف اورجانز اللي احنا قلناهم من شويه. تمام كده يا شباب؟ تمام، ده كده بالنسبه للمصنع اللي هنصنع فيه موجود فين. طب خطوات التصنيع بقى، قال لك والله احنا المفروض زي ما اتفقنا الكوليسترول بيتكون من 27 كربون زي ما خدناه في
الاستراكشر تمام كده. طب انت ال 27 كربون دول يا شباب هتجيبهم منين؟ ما انت بالعقل برضو انت لازم في عندك حاجه بتصنعها، فلازم الحاجه دي بتتكون من مثلا الجدار بيتكون من طوب، طب الطوب ده انت هتجيبه منين؟ قال لك والله ال 27 كربون كلهم يا شباب هنجيبهم منين؟ قال لك هنجيبهم من الاسيتايل كويل، اللي اتفقت معاك ان هو الطوبه عشان ما تنساش الطوبه اللي بتصنع لك الكوليسترول تمام كده. يبقى كل يعني الاسيتايل كويل ده احنا قلنا ان هو جاي من الكربوهيدرات، والكربوهيدرات دي احد المركبات العضويه اللي بيبقى داخل في تركيبه ايه عدد كبير من الكربونز تمام. فانت بتفضل تجيب بقى استايل كوي مع استايل كوي مع استايل كوي لحد ما تجمع ال 27 كربون يا شباب اللي انت محتاجهم تمام كده. تمام، يبقى خليك فاكر عشان لما هاجي لك في الامتحان اقول لك ايه السورس بتاع الكربونز بتاعت الكوليسترول ويجيب لك مركبات كتيره، يبقى ايه هو المصدر اللي بنجيب منه الكربوهيدرات او الكربونز اسف، او مثلا يجيب لك مثلا مركب كوليسترول ويقول لك الكربون دي مصدرها مين، تقول له على طول الاسيتايل كوي تمام كده. بالاضافه ان في بعض الخطوات اللي هتحتاج فيها بي اتش، لان انت في خطوه كده هنعرف ان في خطوه بيحصل فيها ريدكشن بيحصل فيها اختزال، واحنا عارفين يا شباب من ايام زمان من ايام الكيمياء ان كلمه اختزال معناها ان المركب ده ادي له هيدروجين، لما ادي له هيدروجين يبقى انا كده بختزله تمام كده يا شباب، يبقى انا لما ادي له هيدروجين يبقى انا بختزله. طب انت عشان تدي لحد هيدروجين يبقى لازم يكون معاك اصلا هيدروجين، طب انت هتجيب الهيدروجين ده منين؟ قال لك من الناد بي اتش اللي هو بيمثل كاحد الحوامل او الهيدروجين كاريرز اللي موجوده في جسمك تمام. تمام، الناد بي اتش هو ده المصدر بتاع الهيدروجين اللي هتاخد منه الهيدروجين وتديه للمركبات اللي انت هتختزلها، عشان الناد بي اتش ده بعد كده هيتحول الى ناد، لما يديك الهيدروجين بقى هيتحول الى ناد بي تمام كده. تمام، فانت بتحتاج، يبقى انت بتحتاج اسيتايل كوي كمصدر للكربون، وبتحتاج الناد بي اتش عشان يبقى مصدر للهيدروجين، وبالتالي يبقى انت كده ايه يا شباب كده عرفنا الماتيريال او المواد الخام بتاعت الكوليسترول بنجيبها منين. طب الخطوات بقى بنمشي عليها ازاي؟ قالك احنا يعني الخطوات طبعا طويله جدا، ولكن احنا بنحطها كده يعني ايه بنقسمهم ثلاث خطوات رئيسيه. اول خطوه رئيسيه يا شباب ان انت تبدا من الاسيتايل كو اي وتنتهي او تكون مركب اسمه اتش ام جي كو اي، اسمه ايه؟ اتش ام جي كو اي اللي هو اختصار يعني لثلاثه هيدروكسي ثلاثه ميثايل جلوترايل كو اي تمام. المهم الاسم الطويل ده يعني ايه اعرفه شكلا كده بس، احفظ اتش ام جي اتش ام جي كو اي تمام كده. تمام، قال لك انت عايز توصل من الاسيتايل كو اي للاتش ام جي كو اي، دي المحطه الاولى. دي ايه يا شباب؟ المحطه الاولى اهي تمام كده. يبقى المحطه الاولى بيقول لك والله عشان تعمل كده توصل من الاسيتايل كو اي للاتش ام جي كو اي، قال لك والله الموضوع ده طبعا بيمر بخطوات كتيره. اول خطوتين او اول تفاعلين يا شباب الفيرست تو رياكشن بدايه من الاسيتايل كو اي بيقول لك هم نفس الخطوتين اللي اخذتهم في تكوين الكيتون بودز في شابتر الليبيدز في البايو زمان تمام. لو تفتكر كنا بنعمل ايه؟ قال لك كنت بتجيب الاسيتايل كو اي وتجيب كمان واحد اسيتايل كو اي، يبقى احنا جبنا كام اسيتايل كو اي؟ اثنين اهم، ونروح ممسكينهم في بعض نشبط الاثنين كده مع بعض، يقوم يتكون عندنا ماده اسمها يا شباب ايه؟ قال لك ماده اسمها اسيتو اسيتايل كو اي. يبقى احنا تاني بدانا بايه؟ باثنين اسيتايل كو اي مسكناهم مع بعض طلع لنا ايه؟ اسيتو اسيتايل كو اي تمام كده يا شباب. تمام، ده بانزيم اسمه ايه؟ قال لك انزيم اسمه السايوليز، انزيم اسمه يا شباب السايوليز تمام كده. يبقى السايوليز ده هو اللي بيمسك لك الاثنين اسيتايل مع بعض عشان يكون اسيتو اسيتايل كو اي. ثم بعد كده الماده اللي طالعه دي اللي هو الاسيتو اسيتايل كو اي، قال لك هتجيبها اهي حطيناها اهو اسيتو اسيتايل كو اي، هتعمل فيها ايه؟ قال لك هتجيب كمان واحده اسيتايل كو اي، هتجيب كمان واحده ايه؟ اسيتايل كو اي، وتروح ممسكها مع الاسيتو اسيتايل كو اي، يقوم يطلع لنا مركب اسمه ايه؟ الاتش ام جي كو اي تمام كده يا شباب؟ تمام، طبعا الانزيم اللي بيعمل التفاعل ده او اللي بيمسك الاسيتايل كو اي مع الاسيتو اسيتايل كو اي هو انزيم اسمه الاتش ام جي كو اي سينسيتيز، اللي هو يعني انزيم اسم على مسمى لان هو اسمه ايه؟ اتش ام جي كو اي سينسيتيز، لان هو وظيفته ان هو يسنسز او يكون او يصنع الاتش ام جي كو اي تمام كده اللي هو ده تمام كده يا شباب. يبقى اذا الخطوتين اهم بكل بساطه احنا جبنا اثنين مولكيولز او جبنا اثنين من الاسيتايل كو اي وعملنا لهم كوندنس او مسكناهم مع بعض تمام عشان نكون ماده اسمها الاسيتو اسيتايل كو اي. طبعا الانزيم اللي عمل التفاعل ده هو السايوليز انزيم. ثم بعد كده جبنا الاسيتو اسيتايل كو اي تمام، عملنا لها كوندنس مع كمان مولكيول اللي هو يبقى احنا كده استخدمنا كام مولكيول اسيتايل كو اي؟ ادي واحد اثنين وادي الثالث اهو تمام. تمام، الثالث ده اللي هو السيرد السيرد اسيتايل كو اي مسكناه مع مين؟ مع الاسيتو اسيتايل كو اي، يقوم كده يتكون معانا اتش ام جي كو اي سينسيتيز تمام كده يا شباب. تمام، باستخدام الانزيم ده اللي هو الاتش ام جي كو اي سينسيتيز يكون لك الماده اللي اسمها الاتش ام جي كو اي، ويبقى انت كده خلصت اول مرحله او اول خطوه تمام كده يا شباب. طب المحطه الثانيه بقى قال لك ان انت تحول الاتش ام جي
كو ايه ده يا شباب الى ايه؟ قالك تحوله الى حاجه اسمها الميفو لينيت، الميفو الميفالونيت، تمام كده، حولته الى ايه؟ الميفالونيت، تمام، او اسمها الميفالو الميفالونيك اسيد، عشان لو قابلت لك الكلمه دي، لان كلمه ايه دي يا شباب الاي تي اي اللي في الاخر دي معناها كلمه اسيد، يعني ايه دي يعني اسيد. لو انا عايز اختصر كلمه ميفالونيك اسيد اختصرها في كلمه ميفالونيت، ميفالو نيت، او هي عشان قبل كده جه في امتحان قبل كده، ويعني ايه، بس في ناس ما بتبقاش عندها المعلومه دي فبتستغرب من الشكل الكلمه، تمام، فتفكرها مركب تاني، لا هو نفس المركب، الميفالو نيت هو الميفالونيك اسيد، تمام كده يا شباب، تمام. فاحنا ازاي بقى هنصنع او هنحول الاتش ام جي كو اي الى ميفالو نيت؟ قال لك والله الاتش ام جي كو اي ده بنختزلها، بنعمل لها عمليه الريدكشن اللي انا لسه قايل لك عليها من شويه. طب ما انا لسه قايل لك الريدكشن او الاختزال ده هنحتاج له مين؟ نات بي اتش، تمام. طيب يبقى انت كده هتجيب الاتش ام جي كو اي وتيجي بقى بانزيم اسمه اللي بيعمل الاتش ام جي كو اي ريدكتيز. طب انا ليه سميته كده يا شباب ريدكت اتش ام جي كو اي ريدكتيز؟ لان ده انزيم اسم على مسمى، هو بيعمل ايه؟ قال لك هو بيعمل ريدكشن او بيعمل اختزال للاتش ام جي كو اي، فسميناه باسم الحاجه. يبقى احنا كده عندنا انزيمين يا شباب، اسم واحد اسمه اللي بيصنع الاتش ام جي كو اي اسمه اتش ام جي كو اي سينسيتيز، واللي بيختزل الاتش ام جي كو اي اسمه اتش ام جي كو اي ريدكتيز، تمام كده. وده عشان يشتغل زي ما اتفقنا محتاج مين؟ محتاج 2 مولكيول من الناد بي اتش، محتاج 2 ايه؟ 2 نات بي اتش، تمام كده يا شباب، عشان ياخد منهم الاثنين هيدروجين ويحولهم او يديهم للاتش ام جي كو اي، فيقوم الاتش ام جي كو اي لما ياخد الاثنين هيدروجين يا شباب يتحول الى ايه؟ يتحول الى الميفالو نيت، تمام كده يا شباب. يبقى هو نفس الكلام، هو بيقول لك الاتش ام جي كو اي از ريديوسد او بيختزل الى الميفالو نيت بانزيم اسمه الاتش ام جي كو اي ريدكتيز، اللي هو اصلا بيعتبر الريت ليميتنج ستيب. يعني ايه كلمه ريت ليميتنج ستيب يا شباب؟ من ايام البايو زي ما خدناها زمان، ان دي الخطوه الاساسيه اللي لو اتعطلت يبقى التفاعلات دي كلها مش هتحصل، يبقى تكوين الكوليسترول مش هيحصل، لان دي خطوه ما ينفعش تحصل بانزيم تاني. وبالتالي انت الانزيم ده لو وقفته يا شباب يقوم انت ايه؟ تكوين الكوليسترول مش هيتم، عشان كده ده معنى كلمه ريت ليميتنج ستيب، تمام؟ طيب بنستخدم في ايه؟ زي ما اتفقنا الانزيم ده يا شباب محتاج 2 مولوكيول من النات بي اتش، عشان وكمان وبيحصل ريليز للكو اي، يعني انت الاتش ام جي كو اي ده انت بتاخد 2 نات بي اتش وبتطلع الكو اي، الكو اي اللي ماسكه فيك دي يا شباب بتتخلص منه، يبقى الاتش ام جي كو اي اول حاجه هيعملها هيسيب الاثنين، هيسيب الكو اي ده يتخلص منها ويبقى اتش ام جي، وبعد كده ياخد الاثنين هيدروجين فيقوم يتحول الى الميفالونيت، تمام كده يا شباب؟ تمام. وده عشان كده يا شباب بما ان ده الريت ليميتنج انزايم او الخطوه دي هي اللي بتعتبر الخطوه الاساسيه في تكوين الكوليسترول، اللي لو وقفتها يا شباب يبقى الكوليسترول مش هيتكون. عشان كده الناس اللي بيبقى عندها كوليسترول عالي، فانا لو عايز اعالج او اخفض او اقلل تركيز الكوليسترول عندهم هضرب اهني خطوه يا شباب؟ هضرب الخطوه دي. يبقى انا لو عشان كده بيقول لك اهو معظم الكوليسترول لورنج دراجز اللي هي الادويه اللي وظيفتها انها تقلل الكوليسترول بتلاقي معظمها بيضرب الخطوه دي، بتبقى اتش ام جي كو اي انهبيتور، تمام، ريدكتيز انهبيتور، يعني بتعمل انهبيشن للاتش ام جي كو اي ريدكتيز ده، تمام كده يا شباب. او بيقول لك ده السايت اوف اكشن اوف موست كوليسترول لورنج دراجز، وده ليه درس فارما كامل اللي هو الادويه اللي وظيفتها بتعالج الهايبر كوليستريليميا، تمام، او الهايبر ليبيديميا، هناخدها ان شاء الله في الفارما وهنعرف بالتفصيل. بس خليك فاكر ان الاتش ام جي كو اي ريدكتيز ده هو الريت ليميتنج انزايم، واللي بتشتغل عليه معظم ايه؟ الكوليسترول لورنج دراجز، عشان توقف تصنيع الكوليسترول في الناس اللي عندها كوليسترول عالي. طيب دي الخطوه الثانيه، يبقى الخطوه الثانيه احنا حولنا ايه يا شباب؟ حولنا الاتش ام جي كو اي الى الميفالونيت. طيب الخطوه الثالثه والمحطه الاخيره ان انت تاخد الميفالونيت ده يا شباب تحوله الى بقى كوليسترول. قال لك ازاي؟ قال لك الاول طبعا ده بيبقى عن طريق خطوات كتيره قوي بس وطويله، ولكن هو اختصرها لنا في المركبات الاساسيه بس اللي تكون عارفها، ان الميفالونيت ده بخطوات بكذا خطوه كده بيتحول الى حاجه اسمها ايزوبرينويدز، بعد كده الايزوبرينويد تتحول الى السيكوالين، السيكوالين ده في الاخر بيتحول الى كوليسترول، تمام كده. يبقى احنا كده مرينا بكام خطوه يا شباب او كام محطه؟ ادي محطه رقم واحد ان انت اخدت الاسيتايل كو اي، الحاجه اللي في الاول خلاص حولتها الى اتش ام جي كو اي، ثم بعد كده الخطوه الثانيه اخدت الاتش ام جي كو اي حولته الى ميفالونيت، ثم بعد كده الخطوه الثالثه ان انت اخدت الميفالونيت بمرورا بالايزوبرينويد والسيكوالين الى الكوليسترول، تمام كده يا شباب. تمام كده ده ايه؟ السينسز او تصنيع الكوليسترول، اعتقد بسيط وسهل ما فيهوش اي حاجه. طيب لو جينا نبص على كام دايجرام كده انا جايبه لكم عشان برضو للتسهيل والحفظ، اهو بيقول لك جبنا 2 اسيتايل كو اي بي انزيم اسمه السايوليز فاتحول الى اسيتو اسيتايل كو اي، ثم بعد كده الاسيتو اسيتايل كو اي بيجي له كمان اسيتايل كو اي اهي يا شباب الثالثه اهي، يجي بانزيم اسمه الاتش ام جي كو اي سنسيتيز عشان يكون الاتش ام جي كو اي،
ثم بعد كده الاتش ام جي كو اي ده يحصل له ريدكشن بانزيم اسمه ايه؟ الاتش ام جي كو اي ريدكتيز، اللي بيحتاج عشان يعمل اختزال 2 نات بي اتش، تمام كده؟ تمام. اللي طبعا هتفقد الهيدروجين وتتحول الى نات بي بس، وكمان بتفقد مجموعه الكو اي ده يا شباب، بتطلع في صوره كو اش، تمام كده؟ ثم بعد كده الاتش ام جي كو اي بالعمليه دي او بالخطوه دي يا شباب بيتحول الى الميفالونيد، اللي بعد كده هتتحول الى الايزوبرينويدز، وبعد كده تتحول الى السيكوالين، وبعد كده تتحول الى الكوليستيرول، تمام كده؟ تمام. ده برضو دايجرام تاني موضح لك الخطوات كلها، نفس الفكره. ادي اسيتيل كو اي، المفروض 2 اسيتيل كو اي بالاسيتو اسيتيل كو اي سايوليز، تمام، يتحول الى اسيتو اسيتيل كو اي. حط هنا رقم 2 عشان تبقى فاهم ان دول 2 اسيتيل كو اي بالسايوليز يتحول الى اسيتو اسيتيل كو اي. ثم بعد كده يجي له كمان واحده اسيتيل كو اي بانزيم اسمه الاتش ام جي كو اي سينسيتيز، يكون الاتش ام جي، تمام، كو اي. ثم بعد كده يحصل الريدكشن بالاتش ام جي كو اي ريدكتيز، يتحول الى الميفالونيك اسيد اللي هو الميفالونيت. هي طيب. بعد كده الميفالونيت، شوف كذا سهم طبعا، ده معناه ان في كذا خطوه بقى، اللي هو كذا خطوه لحد ما تحصل للسيكوالين. بعد كده السيكوالين يديك 7 دي هيدرو كوليسترول، اللي بعد كده بيحصل له الريدكشن ويديك الكوليسترول في الاخر، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده كده خلصنا ايه؟ خلصنا الخطوه بتاعت التصنيع. طيب ازاي بقى ممكن نعمل ريجوليشن للسينسز؟ يعني هل جسمك كده بيصنع كوليسترول بمزاجه؟ قال لك لا، يعني هو اكيد طبعا بيبدا في فترات معينه او في عوامل معينه بتخلي الجسم يزود تصنيع الكوليسترول، وفي خطوه تانية او في بعض الحالات اللي لما توصل لما بتكون فيها خلاص يبقى انت مش محتاج كوليسترول، وبالتالي لازم جسمك يوقف تصنيع الكوليسترول. طب ازاي بقى احنا بننظم الموضوع ده؟ قال لك والله انت هتنظم فاهم خطوه يا شباب، قال لك كل التنظيم هيحصل عن طريق الاتش ام جي كو اي ريدكتيز، اللي هو الانزيم اللي انا لسه قايل لك من شويه ان هو الريت ليميتنج انزيم. هتلاقي معظم الشغل بيبقى على الانزيم ده، تمام؟ يعني انت لو عايز تصنع كوليسترول هتنشطه، تمام؟ لو عايز توقف كوليسترول هتوقفه. طب ازاي الموضوع ده بيحصل؟ قال لك الانزيم ده الاكتيفيتي بتاعته بتقل او انت بتوقفه ديورنج الفاستنج. يعني ايه ديورنج الفاستنج يا شباب؟ يعني اثناء الصيام، وبيزيد اثناء الكربوهيدرات فيدنج، تمام؟ تمام. طيب بعد كده بيقول لك في حاجه اسمها الفيدباك انهبيشن. الفيدباك انهبيشن يا شباب اللي هو ال HMG CoA reductase is inhibited بالميفالونيت والكوليسترول. يعني انت خلاص بعد ما كونت كوليسترول فخلاص انت مش محتاج بقى كوليسترول تاني، فبالتالي الكوليسترول ده بيعمل فيه، والميفالونيت برضه نفس الفكره، بيعملوا بيبعتوا فيدباك انهبيشن كده لمين؟ لل HMG CoA reductase ده، يقولوا له خلاص اقف ما تصنعش تاني، احنا اتكوننا خلاص. عارف انت لما تضرب الجرس كده وصاحب البيت يرد عليك، فالرد دي كانها بتعمل فيدباك انهبيشن، هو لما يرد عليك انت هتشيل ايدك من على الجرس، تمام كده يا شباب؟ نفس الفكره، انت لما تكون كوليسترول يبقى كانك كده ايه بتبعت زي اشاره للاتش ام جي كو اي ريدكتيز ان هو خلاص احنا اتكوننا، فما تعملش حاجه ثاني، يبقى ده اسمها فيدباك انهبيشن، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده بالنسبه للهرمونال ريجوليشن، الهرمونال ريجوليشن هو عن طريق الهرمونات. قال لك والله الاتش ام جي كو اي ريدكتيز ده يا شباب بيبقى موجود في صورتين، تمام، واللي معظم الانزيمات بتبقى موجوده فيها صوره اكتيف وصوره ان اكتيف. الصوره الاكتيف دي بتبقى دي فوسفوريليتد، يعني مثلا فرضنا ان ده شكل ادي ده ال HMG CoA reductase، ده شكل الانزيم اهو، تمام. قال لك وهو كده لوحده يا شباب ما فيهوش اي مش ماسك فيه اي مجموعات فوسفات، فدي بنقول عليه الدي فوسفوريليتد فورم، ودي الصوره الاكتيف. انما لو جه بقى احنا لو عايزين نوقفه يا شباب، عايزين نوقفه نقول له ما تشتغلش، قال لك عشان توقفه ابعت له واحده فوسفات، تمام كده؟ ابعت له ايه؟ فوسفات، فوسفاتيه كده تمسك فيه، فالصوره دي بنقول عليها الفوسفوريليتد انزيم او الفوسفوريليتد فورم. فالفوسفاته دي يا شباب بتبقى وظيفتها انها توقفه، تقول له اقعد، طول ما انا واقفه ماسكه فيك انت مش هتعرف تعمل حاجه، فدي الصوره الان اكتف، تمام كده يا شباب؟ يبقى خليك فاكر امتى الانزيم، لما اقول لك ان الانزيم ده شغال يبقى انت على طول تتخيل ان هو مش ماسك فيه اي حاجه، لما اقول لك ان والله ده ان اكتف ومش شغال تتخيل كده هو ليه بقى ان اكتف؟ عشان في فوسفات، في فوسفيت هو اللي ماسك فيه هو اللي خلاه ان اكتف، تمام كده يا شباب؟ فالصوره اللي بتبقى فوسفوريليتد بتبقى صوره ان اكتف، تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب قال لك انت ازاي بتتحكم في الاكتيفيتي بتاعت الانزيم؟ قال لك عن طريق السايكليك اي ام بي ديبندنت انزيم سيستم. يعني انت والله بيجي هرمونات، الهرمونات دي يا شباب بتنشط السايكليك ام بي او بتزود السايكليك ام بي او بتقلله على حسب، ولما بيزيد او بيقل بقى هو اللي بيتحكم، يعني ايه؟ يقلل او او ينشط او يظبط الانزيم. فبيقول لك والله في حالات ان انت في حالات الكربوهيدرات فيدنج، تمام، ان انت واكل كويس، تمام كده يا شباب، واكل كويس بقى والدنيا تمام، وانت فاكر متخيل بقى انت واكل مثلا، عشان اضرب لكم مثلا وما تنساهوش، عارف انت الناس اللي بتعمل
فود ريفيوينج، ده الناس اللي بتعمل تقييم للاكل والكلام ده. فتلاقيه قاعد كده قدام نص تيس مندي بقى، طبعا نص تيس مندي ده بيبقى مليان كوليسترول بقى، فيه دهون كتير، عمال ياكل على اخره. فانت في الحاله دي انت عمال تاكل كميه كبيره جدا من الكربوهيدرات واللحوم والرز بقى والكوليسترول المباشر، وبالتالي انت بتاكل كميه كربوهيدرات كتيره. فلما تاكل كربوهيدرات كتير، طبعا الكربوهيدرات ده اللي بتديك بعد كده استايل كو ايه، يقوم الاستايل كو ايه هيعمل ايه يا شباب؟ هيكون كوليسترول. فبالمنطق كده لما انت تاكل كربوهيدرات كتير، يبقى انت معنى كده ان انت عندك اسيتايل كو ايه كتير، عندك طوب كتير، فالطوب ده هتبني بيه جدار اللي هو هتبني بيه الكوليسترول. فبالمنطق عشان ما تنساش، انت لما تاكل كربوهيدرات كتير يبقى عندك اسيتايل كو ايه كتير، فالاسيتايل كو ايه ده هيصنع لك كوليسترول. فمعنى كده ان الانزيم ده نشاطه هيزيد. كمان بيقول لك ان هو ممكن يزيد بالانسولين. ليه الانسولين يا شباب؟ لان الانسولين ده اصلا بيزيد في حالات الكربوهيدرات فيدنج. انت لما تبقى واكل يا شباب بقى ومالي بطنك، فطبعا بيبقى فيه كميه جدا من المغذيات والجلوكوز والدهون والحاجات كتيره جدا موجوده في الدم. فانت عشان تقلل الحاجات دي وتدخلها جوه الخلايا بقى عشان جسمك يحرقها وكده، بتبقى محتاج ايه؟ محتاج انسولين. فانت سواء في حاله ان انت واكل كويس، طبعا افتكر ان انت طالما واكل يبقى عندك انسولين، تمام كده. انما العكس بقى بيحصل، ان انت لما بتبقى صايم فبيبقى عندك الجلوكاجون بقى اللي هو عكس الانسولين. الجلوكاجون ده بيبقى عالي، يقوم الجلوكاجون او الفاستنج حالات الصيام، لان كده كده اصلا في حالات الصيام الجلوكاجون ده بيبقى عالي، فده بيقلل ايه؟ بيقلل ال اتش ام جي كو اي ريدكتيز اكتيفيتي، تمام كده يا شباب. افتكر دايما ان في حالات الفاستنج انت مش واكل، معنى كده ان انت ما عندكش كربوهيدرات كتير، معنى كده ان انت ما عندكش اسيتايل كو كتير، معنى كده ان انت مش هتعرف تصنع كوليسترول، فالانزيم ده نشاطه يبقى واقف، تمام كده يا شباب؟ تمام، انا ربطتها لك اهو بحته الكربوهيدرات، لو موجوده يبقى فيها اسيتايل كو يبقى في تصنيع، لو الكربوهيدرات وانت صايم يبقى ما فيش كربوهيدرات يبقى ما فيش اسيتايل كو يبقى انت مش هتعرف تصنع، تمام كده؟ عشان بس ايه؟ ما تنساش، وافتكر ان الجلوكاجون بيبقى موجود في حالات الصيام، افتكر ان انت في رمضان بيبقى، احنا كنا حافظينها كده في الثانويه، ان احنا في رمضان دايما الجلوكاجون بيبقى عالي فترات الصيام، والعكس طبعا بالنسبه للانسولين. تمام كده يا شباب؟ تمام، ده كده بالنسبه للهرمون الريجوليشن وازاي الانسولين والجلوكاجون بيتحكموا في الاكتيفيتي بتاعت الاتش ام جي كو اي ريدكتيز او تصنيع الكوليسترول. طيب الحاجه الثالثه هو الستيرول ميديتد ريجوليشن اوف ترانسكريبشن. يعني ايه الكلام ده يا شباب او ايه المصطلح الطويل ده؟ قال لك والله دلوقتي انت المفروض الكوليسترول ده لما يدخل جوه الخلايا، قال لك كون ان هو يدخل جوه الخلايا ده يا شباب بيتحكم في التصنيع بتاعه. ازاي؟ ان هو زي ما اتفقت قلت لك ايه، ان معظم الخلايا اللي فيها نيوكلاس بيبقى فيها الجينات المسؤوله عن تصنيع الكوليسترول. فبيقول لك والله ان انت لما يبقى عندك لايبو بروتين، اثناء اللايبو بروتين ميتابوليزم، ففي كميه كبيره جدا من الكوليسترول تيكن اب باي ذا سيل، يعني بتدخل جوه الخليه، في كميه كبيره ايه شباب بتدخل جوه الخليه. طب ما انا لسه قايل لك ان الكوليسترول بيعمل فيدباك انهيبيشن اصلا، او هو طول ما هو موجود انت مش محتاج تصنع. لو احنا عندنا كوليسترول كتير، هل جسمك محتاج يصنع يا شباب؟ لا خلاص، يعني مش محتاجين نصنع بقى، طالما احنا عندنا كوليسترول ياما مش محتاجين نصنع. فكون ان الكوليسترول الكتير ده يدخل جوه الخلايا ويبقى موجود جوه الخليه بكميات كبيره، فقال لك بيروح على ال اتش ام جي كو اي ريدكتيز جين، اللي هو الجين المسؤول عن تصنيع الاتش ام جي كو اي ده يا شباب، وريدكتيز، ويعمل له ايه يا شباب؟ ويعمل له ديكريز ترانسكريبشن، يعني يقلل الترجمه بتاعته، تمام كده. طبعا لما انت تقلل الترجمه بتاعت الاتش ام جي كو اي ريدكتيز جين، فمعنى كده ان الاتش ام جي كو اي ريدكتيز ده مش هيتصنع. فهو بيقول لك ديكريز ان دي نوفو كوليسترول سينسز، يعني الحاجه دي يا شباب بتقلل التصنيع بتاعت الكوليسترول جوه جسمك فقط، انما انت لو اخدت كوليسترول من بره عادي الكوليسترول هيبقى كتير، تمام. فدي معنى كلمه دي نوفو كوليسترول يا شباب، يعني انت اللي هو التصنيع الجديد، ان انت تصنع كوليسترول جديد، تمام كده يا شباب. يبقى تاني عشان الحته دي نرتبها كده في دماغنا، احنا قلنا ايه؟ لما يبقى عندك كوليسترول ياما، الكوليسترول الياما ده هيدخل جوه الخلايا، لما يدخل جوه الخلايا هيروح على الجين اللي بيصنع الاتش ام جي كو اي ريدكتيز ويعمل له انهيبيشن. طالما عملت للجين انهيبيشن للترانسكريبشن بتاعته او الترجمه بتاعته، فمعنى كده ان الجين ده هيبطل او هيوقف تصنيع الانزيم ذات نفسه. فطالما الانزيم ما تصنعش يبقى انت مش هتعرف تكون الكوليسترول. وزي ما اتفقنا اهل نوع من السينس يا شباب الدينوفو كوليسترول سينسس، كلمه دينوفو يعني انت تصنع كوليسترول جديد، تمام كده. تمام، طيب الاخيره بقى قال لك عن طريق الدراجز، ان انت ممكن تعمل انهيبيشن او تتحكم في تصنيع الكوليسترول عن طريق الدراج. طبعا دي زي ما اتفقنا في درس الفارما اهمها طبعا في عيله اسمها الاستاتينز، ممكن تكون سمعت عندها في الصيدليات، او لو عندك حد في البيت مثلا بياخد ادويه للكوليسترول، بص كده هتلاقي عيله الاستاتين ده اكيد، يعني هتلاقيها في الادويه اللي بياخدها. ففي عندنا دوايين مثلا، هو ذكر لنا هنا دوايين، اللوفاستاتين والميفاستاتين. قال لك الاثنين دول يا شباب نوعين من الدراجات اللي وظيفتهم ان هم بيعملوا ريفيرسبل كومبيتيتيف انهبيتور. خد بالك من الحته دي مهمه، هم بيشتغلوا كريفيرسبل كومبيتيتيف انهبيتور للاتش ام جي كو اي ريدكتيز، تمام كده. يعني بيعملوا انهبيشن للاتش ام جي كو اي ريدكتيز ده ويخلوه ما يشتغلش، بس الموضوع ده كومبيتيتيف ريفيرسبل. يعني ايه؟ يعني
يعني الانزيم مش بيبوظ، لا هو بس هيوقفوه اثناء زياده الكوليسترول، ولكن لما الكوليسترول يقل هيسيبوه عادي ويرجع يشتغل تاني. تمام كده؟ تمام. طيب كمان طبعا عشان كده طبعا الادويه دي بتعتبر من الكوليسترول لورنج دراجز، او من الادويه اللي بتستخدم عند الناس اللي عندها كوليسترول عالي عشان تقلل كميه الكوليسترول، فهي بتستخدم تو ديكريز البلازما كوليسترول ليفل في البيشنت اللي عندهم هايبر كوليستريليميا، وزي ما اتفقنا دي ليها محاضرة كاملة في الفارما اللي هي محاضرة الانتي اللي هو الدراج اللي بتستخدم في حالات الهايبر ليبيديميا. تمام كده يا شباب؟ تمام كده، يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل ريجوليشن ل السنسز، او ازاي نتحكم في التصنيع بتاع الكوليسترول، امتى نزود التصنيع وامتى نقلله بالهرمونات والفيدباك انهبيشن، وامتى والاشكال بتاعت الانزيم اللي هو الاتش ام جي كوراداكتيز الاكتيف والاناكتيف، وكمان ازاي لما هو بيزيد بيدخل جوه الخليه ويعمل انهبيشن للجين اللي بيصنع الانزيم ذات نفسه، وكمان عرفنا خدنا كده فكره عن الدراجات وازاي انها بتشتغل وبتعمل انهبيشن للانزيم. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالى بعد كده، طبعا دي صوره كده بتجمع لك الريجوليشن. انا اهم حاجه في الصوره دي بس ان انت تفتكر الانسولين والجلوكاجون، يعني مش عايز اكتر من كده. ليه؟ لان في ناس كتيره فعلا جدا يعني بتنسى الموضوع ده اللي هو الانسولين والجلوكاجون، بتتلخبط فيهم. تمام كده، انا زي ما قلت لك الانسولين ده بيطلع وانت واكل، وطالما واكل يبقى عندك كربوهيدرات كتير، طالما في كربوهيدرات كتير يبقى في اسيتيل كو كتيره، وطالما في اسيتيل كو كتير يبقى في تصنيع كوليسترول. تمام كده، فالانزيم ده يبقى شغال. تمام كده، الجلوكاجون العكس. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده اخر حاجه بقى، او لا مش اخر حاجه، لا بعد كده عايزين العنوان اللي بعد كده هو الاكسكريشن. احنا صنعنا كوليسترول، طب الكوليسترول اللي انا بصنعه ده هل هيفضل موجود جوه جسمي على طول؟ يعني ما بيطلع؟ قال لك لا طبعا، انت بتخرج كميه كبيره جدا من الكوليسترول بره جسمك. تمام، ولكن بسبب ان انت ما بتعرفش تعمل له ميتابوليزم، او ازاي هتتخلص منه، طبعا انت ما بتعرفش تكسره. يعني الاستيرويد رينج كان نوت بيك ليفد ان هيومنز، عارف فاكر انت الاستيرويد رينج اللي هم الاربع حلقات، الانسان ما عندوش الانزيمات اللي تقدر تكسر الاستيرويد رينج ده. تمام كده، وبالتالي انت عشان تتخلص من الكوليسترول لازم تطرده بره جسمك. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب هتطرده ازاي؟ قال لك حوالي 500 مللي جرام من الكوليسترول اللي بيبقوا موجودين في جسمك بيحصل لهم اكسكريشن عن طريق البايل. تمام، يعني بينزل مع البايل اللي هي العصاره الصفراويه. تمام كده يا شباب؟ تمام، ولكن خد بالك احنا عارفين ان البايل ده يا شباب ادي ده الليفر اهو. تمام، وادي دي السمول انتستين. تمام، المفروض ان البايل بيجي من الليفر يصب في السمول انتستين. تمام كده، السمول انتستين. تمام، وده الليفر. تمام، وده البايل. تمام، طب البايل ده اتفقنا ان الكوليسترول حوالي 500 مللي جرام مع هينزلوا مع ايه؟ مع البايل جوه السمول انتستين هنا يا شباب. طب ما ثانيه يا دكتور، ما السمول انتستين ده بيحصل ابزوربشن تاني، يعني بيحصل امتصاص تاني. قال لك ما هو عشان كده ال 500 مللي جرام ده يا شباب هينزلوا هنا مع البايل. تمام، بعد كده هيبقى ينقسموا لجزئين، في جزء هيرجع تاني، في جزء كده يا شباب هنا اهو هيرجع تاني او هيمتص تاني، يحصل له ري ابزوربشن. تمام، وفي جزء هينزل مع مين يا شباب؟ هينزل تحت بقى مع الايه، مع هيبقى او هيحصل له ريدكشن بالبكتيريا اللي موجوده في الامعاء الغليظه. تمام كده يا شباب، في اللارج انتستين. تمام كده، يبقى تاني يا شباب احنا بنقول ايه؟ قلنا بسبب ان الاستيرويد رينج كان نوت بيك ليفد ان هيومن، فانا مش هقدر اكسر او مش هقدر اعمل ميتابوليزم للكوليسترول. تمام كده، مش هقدر اكسر الاستيرويد رينج، فعشان كده لازم عشان اتخلص منه لازم اطرده بره جسمي. طب هتطرده ازاي؟ قال لك هتاخد 500 مللي جرام هتطردهم مع البايل. طب لما ينزلوا مع البايل هينزلوا فين؟ في السمول انتستين، وهناك بقى في شويه هيرجع تاني يمتصوا تاني ويرجعوا تاني للليفر ويرجعوا تاني للجسم تاني. تمام، يعني ال 500 مش هيخرجوا كلهم. تمام، ففي جزء اهو بيقول لك اهو الزيز كوليسترول از بارشلي ري ابزوربد فروم ذا انتستين، يعني في جزء منه بيرجع يمتص تاني. تمام، ويرجع من الانتستين ويخش الجسم تاني، والجزء التاني اللي هو ما امتصش بقى، الجزء اللي هو مش هيتم امتصاصه هيفضل جوه السمول انتستين مش هيرجع، قال لك الجزء ده يا شباب هيحصل له ريدكشن بالبكتيريا او هيتم اختزاله بالبكتيريا. تمام، البكتيريا بقى هي اللي هتقدر عليه. تمام، لانه زي ما قلت لك الانسان مش هيقدر عليه انما البكتيريا تقدر عليه. تمام، او بيقول لك ريديوسد باي بكتيريا، فتكون حاجه اسمها الكوبروستانول. كوبروستانول، قال لك الكوبروستانول ده يا شباب هو المين ستيرول اللي بينزل في الفيسز او بينزل في الاستول اللي هو البراز. تمام كده يا شباب؟ تمام، يبقى تاني يا شباب قلنا ال 500 هينزلوا للسمول انتستين، جزء منهم هيرجع تاني، والجزء التاني البكتيريا هتكسره تحوله لماده اسمها الكوبروستانول، اللي هو اصلا لو جيت كده جبت عينه استول او عينه براز مثلا وجيت تفحصها يا شباب هتلاقي الكوبروستانول ده موجود موجود في الفيسز يعني. تمام، عشان كده بيقول لك ده المين ستيرول. تمام، او ده الحاجه الاساسيه من الدهون اللي بتبقى موجوده في الفيسز او في الاستول. تمام كده، تمام، ناخد بالنا ان لو الاليفيشن او الكوليسترول ده يا شباب ما عرفناش نتخلص منه، او شخص بياخد كميات كوليسترول عالي او بياكل مثلا اكل فيه دهون كتيره،
فيبقى انت كده بتاخد كوليسترول بكميات كبيره، في نفس الوقت انت ما بتخرجوش، يعني انت بتاخد اكتر ما بتخرج، يعني بقى الايه الانبوت اعلى من الاوتبوت. فطبعا ده هيخلي ايه؟ هيخلي الكوليسترول يبقى تركيزه عالي جدا في جسمك، يتخطى ال 220 مللي جرام بر ديسلتر في البلاد، فده طبعا بيقلب بعد كده بالكوروناري ارتري ديزيز، وبيأثر على القلب، وبيعمل بيأثر بقى على القلب، بيعمل هارت ديزيز بقى وحاجات كتيره تمام كده، واسيروسكليروز طبعا في تصلب شرايين، وبيبهدل الدنيا خالص تمام كده يا شباب. تمام. طيب الحاجه الاخيره بقى بيقول لك اكسسيف كوليسترول اكسكريشن في البايل. تمام، يعني انت بقى لو عكست قال لك ايه، انت ما بتاكلش كوليسترول ولكن انت بتخرج كوليسترول كتير، يعني الاوت بوت اعلى من الانبوت، يعني انت بتخرج كميات كوليسترول كتير جدا، عشان اكتر من 500 مللي جرام. تمام، بتخرج كميات كبيره قوي جدا في البايل. قال لك في الحاله دي يا شباب، قال لك هيحصل بريسيبيتيشن في الجول بلادر، يعني الكوليسترول ده زي ما كان تركيزه في لما كان بيزيد في البلاد فيزلز يا شباب، فيعمل تصلب في الشرايين ويعمل ثرومبس وجلطات وكده. قال لك نفس الفكره لما ينزل في البايل داكت يا شباب، لما ينزل في البايل داكت والجول بلادر طبعا اللي هي المراره والممرات بتاعه العصاره الصفراويه، قال لك لما يبقى هنا في كوليسترول عالي جدا هيكون حصوات، نفس فكره تكوين الثرومبس او الجلطات جوه البلاد فيزل، هنا برضو بيتكون حصوات جوه الجول ستون والبايل داكت، فيعمل ايه يا شباب؟ فيعمل حاجه اسمها الجول ستون او الحصوات بتاعت المراره. حصوات ايه؟ حصوات المراره. تمام، طبعا ممكن يسد البايل ضغط دي يا شباب، وطبعا لما يسدها هيحصل تراكم للبايل او العصاره الصفراويه وترجع على الليفر، والشخص ده يحصل له صفره، ممكن يدخل في ليفر فيلير، حوارات كتيره تمام كده يا شباب. تمام، ده بالنسبه كده لايه؟ للكوليسترول اكسكريشن، وعرفنا امتى لو الاكسكريشن بتاعه زاد يحصل ايه، ولو زاد في الدم يحصل له ايه، وعرفنا ايه اللي بيحصل تمام كده يا شباب. لما بينزل في السمول انتستين ان جزء بيرجع وجزء ايه بيفضل، وبيحصل له ريدكشن بالبكتيريا تمام كده يا شباب. تمام، ده كده بالنسبه للعنوان اللي بعد كده اللي هو الاكسكريشن. بعد كده العنوان اللي بعد كده يا شباب هو الفاكتورز اللي بتكنترول البلاد كوليسترول كونسنتريشن، يعني ازاي انت كشخص جسمك بيظبط الليفل بتاعه تركيز الكوليسترول في الدم على 220، يعني ازاي ما بيخلوش يزيد. قال لك يعني انت واكل مثلا اكله حلوه بقى في اجازه بقى، مثلا واكلت اكله حلوه كده مثلا لحمه مثلا ولا حاجه وفيها كوليسترول عالي تمام، واكلت حاجه فيها سمين يعني، المهم ازاي طبعا انت دخل جسمك كميه كوليسترول عالي جدا، فازاي جسمك هيظبط ال 220 او هيظبط الكونسنتريشن او الكوليسترول بلاد كونسنتريشن على 220؟ قال لك في عندنا كذا فاكتور بيتحكم في الموضوع ده. اولا هو الهيريديتري فاكتور، يعني في عوامل وراثيه، وخد بالك ان في بعض الناس، عشان كده بيقول لك اهو، في بعض الناس يا شباب اللي بيبقى عندها عوامل وراثيه بتخلي عندهم تركيز الكوليسترول عالي، يعني تلاقي مثلا عيله كده، تلاقي العيله دي منتشر قوي، تلاقي الولد وابوه وجده وجد جده، وتلاقي عيال الولد ده كمان بتلاقي عندهم دايما بيصابوا كده في فتره معينه، تلاقيهم يصابوا بايه؟ بتصلب شرايين بسبب كوليسترول عالي. ما تفهمش ليه؟ ده طبعا بيبقى هيريديتري فاكتورز او عوامل وراثيه، تمام، بتلعب حتى بيقول لك العوامل الوراثيه بتلعب الجريتست رول، يعني دي لها دور كبير قوي في حته انها تحدد الانديفيدوال بلاد كوليسترول كونسنتريشن، انها تحدد هل البلاد كوليسترول كونسنتريشن هيفضل اقل من 220 ولا ممكن تزوده تمام كده يا شباب. تمام، طبعا لو زودته عن 220 ده هينعكس على الشخص ده بتصلب شرايين بقى وامراض كتيره تمام كده. طب ده اول حاجه. تاني حاجة، انما الاشخاص العادية بقى بيبقى عندهم العوامل الوراثية هي بتظبط لهم على 220 تمام كده. طيب تاني حاجة قال لك الدايتري والانفايرمنتال فاكتورز، الظروف طبعا طبيعة الاكل، الشخص ده بياكله، في ناس بتاكل اكل عن اكل صحي، في ناس ما بتاكلش اكل صحي، نوع الدهون اللي انت بتاكلها، في ناس مثلا تلاقيها بتعتمد على الزيوت النباتيه، في ناس بتلاقيها بتعتمد لا على الدهون بقى اللي هي الدهون الضاره تمام. في الانفايرمنتال فاكتور اللي هو الحياه الطبيعيه او البيئه اللي الشخص عايش فيها برضه بيتاثر على الموضوع ده. طب ازاي؟ قال لك والله انت عندنا شباب، لو انتوا فاكرين يعني الفاتي اسيد دايما كنا بنصنفها كده الى ساتيوريتد اللي هي المشبعه والانساتيوريتد. والانساتيوريتد دي يا شباب بتبقى في منها البولي انساتيوريتد وفي عندنا المونو انساتيوريتد تمام كده. طيب طبعا الدهون المشبعه دي يا شباب اللي بتبقى روابط كلها احاديه تمام في التركيب الكيميائي بتاعها، ودي طبعا الدهون المشبعه دي بتبقى دهون ضاره. انما الانساتيوريتد اللي هي الغير مشبعه بيبقى فيه روابط كده ثنائيه تمام، وغالبا بتبقى بولي، بولي يعني في كذا رابطه ثنائيه، وكلمه مون يعني في رابطه ثنائيه واحده تمام كده يا شباب. طبعا الانساتيوريتد دي بتبقى حاجات كويسه تمام كده يا شباب، او دهون كويسه. طيب يبقى احنا كده فهمنا كفكره عامه كده ان احنا عندنا في ساتيوريتد وانساتيوريتد، الساتيوريتد دي حاجات ضاره انما الانساتيوريتد دي حاجات كويسه تمام كده يا شباب. تمام،
طبعا افضل حاجه هي البولي ان ساتوريتد، البولي ان ساتوريتد فاتي اسيد. طب هو انت ليه اصلا بتقول لي ايه علاقه الدهون بالكوليسترول ده؟ قال لك لان الان ساتوريتد دي يا شباب بتقلل نسبه الكوليسترول، انما الساتوريتد بتزود نسبه الكوليسترول. فاحنا عرفنا انت المفروض تاكل ايه بقى حاجه صحيه، المفروض تاكل ايه؟ الان ساتوريتد، تمام كده. طبعا افضل حاجه هي البولي ان ساتوريتد فاتي اسيد اللي بتلاقيها في الناتشرال اويل اللي هي في الزيوت الطبيعيه زي الصن فلاور، زيت عباد الشمس، زيت بذره القطن، الكورن اللي هو بتاع الذره، الصويا بين اويل، اللي هي كلها الزيوت النباتيه اللي هي الطبيعيه، تمام كده يا شباب. تمام. طبعا البولي ان ساتوريتد فاتي اسيد دي يا شباب بيبقى لها كوليسترول لورنج ايفكت. يعني ايه يا شباب كوليسترول لورنج ايفكت؟ يعني هي مفيده ومهمه لجسمك لانها بتقلل نسبه الكوليسترول في جسمك. طب ازاي هتعمل كده؟ اولا انت عشان تقلل الكوليسترول في جسمك كده بالمنطق وبالعقل هتعمل ايه؟ هتقول لي والله اول حاجه ان انا هزود خروجه في الانتستين، هزود الاكسكريشن، هطرده بره جسمي. فانا طبعا لما اطرده بره جسمي تركيزه في البلاط هيقل. طب تاني حاجه انا ممكن ازود الاكسديشن بتاعه الى البايل اسيد، مش انا متفقين ان الكوليسترول بيدخل في تكوين البايل اسيد؟ طب ما انا عندي كوليسترول ياما، طب ما استفيد من الكوليسترول الياما ده واحوله الى بايل اسيد، ويبقى انا كده قللت كميه الكوليسترول اللي في الدم. طب تالت حاجه قال لك ان انت تزود الكاتابوليزم بتاع ال دي ال. ايوه ايه بقى ال دي ال ده؟ اللي هي اللو دينسيتي لايبوبروتين. طبعا باينه من اسمها لايبوبروتين، وعلى فكره بالمناسبه يعني دي لها المحاضره الجايه، المحاضره الجايه بتاعت البايو اللي هي هنتكلم بقى على اللايبوبروتينز. واللايبوبروتينز دي يا شباب في منها انواع كتير، اللي هو ال دي ال والفي ال دي ال والاي دي ال والاتش دي ال، تمام. طبعا دي ايه؟ طبعا في منها هي بتتكون من ايه اصلا اللايبوبروتين؟ باينه من اسمها لايبو وبروتين، يعني هي عباره عن بروتين وليبيد. فطبعا الليبيد دي يا شباب لما بيبقى بنصنفها الى مفيده وضاره على حسب نسبه الكوليسترول. فعندك ال دي ال دي بنقول عليها الدهون الضاره، تمام. ليه بقى بنقول عليها الدهون الضاره او اللو دينسيتي لايبوبروتين؟ طبعا كلمه لو دينسيتي لان بيبقى فيها تركيز كوليسترول عالي جدا، تمام كده. عشان طبعا طالما فيها كوليسترول عالي جدا فده بيخليها دهون ضاره. فانت لو عايز تتخلص من كميه كبيره جدا من الكوليسترول اللي في جسمك تكسر ال دي ال، او تحاول بقدر الامكان ان انت تتخلص من ال دي ال. طب انا اتخلص منه ازاي؟ قال لك اول حاجه ان انت تعمله كاتابوليزم، تزود التكسير بتاع ال دي ال، تمام. طيب فطبعا لما تزود التكسير بتاعه ده هيخليه ينتقل، او هيخلي الكوليسترول اللي جواه ينتقل من البلازما، يسيب البلازما ويروح للتيشو، يدخل جوه بقى الخلايا، يتحول لاي حاجه، تمام كده. المهم ان انت هتقلل تركيزه جوه مين؟ جوه البلازما، تمام كده يا شباب. تمام. بالاضافه ان البولي والمونو انساتوريتد فاتي اسيد بتعمل اب ريجوليشن لل دي ال ريسبتور. هنعرف ان ال دي ال ده يا شباب بيبقى له ريسبتورز كده او ليه مستقبلات بتبقى موجوده في الليفر، وظيفتها ان ال دي ال ده يجي يمسك هنا، يمسك في ال دي ال ده، في ال دي ال ريسبتور. طبعا لما يمسك في الريسبتورز بتاعته فهيبطل ان هو يمشي مع البلاد، تمام كده. فانت لما تزود تعمل اب ريجوليشن لل دي ال ريسبتور، يعني تزود كميه الريسبتورز بتاعت ال دي ال، فطبعا تخلي زودت كميه الريسبتورز بقى عندنا ريسبتورز كتيره، فطبعا ده هيخلي كميه كبيره جدا من ال دي ال تمسك في مين؟ تمسك في الريسبتورز دي، وتبطل انها تمشي مع البلاد، فيقلل تركيزه في البلاد، تمام كده يا شباب. يبقى فهمنا ازاي البولي ان ساتوريتد فاتي اسيد بتقلل الكوليسترول في الجسم، يعني انها بتزود الاكسكريشن بتاعه في الانتستين، يعني انها بتزود تحويله او الاكسديشن بتاعته الى البايل اسيد، يعني انها بتتخلص من ال دي ال، سواء انها بتكسرها عشان تنتقل جوه الخلايا وتسيب البلازما، يا اما انها بتعمل اب ريجوليشن لل دي ال ريسبتور وتزود عدد الريسبتورز عشان تيجي كميه كبيره من ال دي ال تمسك في الريسبتورز دي وتبطل انها تمشي مع البلد، فيقوم تركيز الكوليسترول في البلد يقل، تمام كده يا شباب. ناخد بالنا ان بيقول لك اهو العكس بقى، الدهون الضاره، الدهون الضاره اللي هي الساتوريتد فاتي اسيد، الساتوريتد فاتي اسيد دهون ضاره ليه بقى؟ وبنقول عليها دهون ضاره ليه؟ لانها بتعمل داون ريجوليشن لل دي ال ريسبتور. يعني ايه داون ريجوليشن لل دي ال ريسبتور يا شباب؟ اللي هو العكس، انها بتقلل الريسبتورز بتاعت ال دي ال. وطبعا لما تقلل الريسبتور بتاعت ال دي ال فده هيخلي كميه صغيره بس من ال دي ال هي تمسك في الريسبتور، ويبقى عندك الكميه الاكبر من ال دي ال عماله تمشي في البلازما، فده بيزود الكوليسترول. يبقى فهمنا ازاي ان الدهون الغير مشبعه اللي هي الانساتوريتد بتقلل الكوليسترول وازاي انها مفيده، وعرفنا ازاي الدهون اللي هي المشبعه اللي هي الساتوريتد دهون ضاره لانها بتزود ال دي ال في البلازما، لانها بتعمل داون ريجوليشن للريسبتورز بتاعته، وبالتالي بترفع مستوى الكوليسترول في الدم. طيب اخر او الفاكتورز الثاني او الثالث هو اللايف ستايل. اللايف ستايل اللي هو شكل الحياه بقى. هل مثلا انت الشخص ده يا شباب ايموشنال ستريس، يعني دايما معرض كده ظروف عمله مثلا دايما معرضاه في ضغط زي الدكاتره مثلا،
الدكاتره دايما معرضين في ضغط، مثلا على سبيل المثال مثلا نيكوتين، مدير شركه مثلا معرض دايما في ضغط، راجل شغال في البورصه بقى واسهم طالعه واسهم نازله، دايما ايه اللي هو دايما تعبان، فاهمين؟ العامل الثاني النيكوتين فروم سيجاريت سموكينج، هل في حد مثلا، هل المدخن زي الغير مدخن؟ طبعا لا، بتفرق طبعا، الناس اللي بتدخن بشراهه معرضه اكتر للحوار ده. ثالث حاجه هو الكوفي درينكينج، المفروض ان انت المفيد بالنسبه لك ان انت بتشرب مثلا كوبايتين ثلاثه قهوه في اليوم، اكتر من كده في ناس مدمنه، يعني في ناس مدمنه كافيين بقى اللي موجود في القهوه والحاجات دي يا شباب، فده طبعا الكافيين لما يزيد عن حده بيقلب ضده وبيأذي الجسم، تمام كده؟ تمام. رابع حاجه اللي هو تيكينج ا فيو لارج ميلز rather than more continuous feeding. ايه ده بقى؟ قال لك والله ان الشخص ده تلاقيه مثلا بياكل مره واحده في اليوم بس، ياكل بقى ايه طاقه معتبره اللي هو لحمه وفراخ وسمك ورز ومكرونه، بياكل حاجات كتيره قوي مره، وتلاقيه بياكل طاقه واحده في اليوم، هي مره واحده. انما في شخص تاني، تمام، في شخص تاني يا شباب لا، تلاقيه بياكل ايه الصبح، ياكل مثلا سندوتشين، يجي بعد الظهر ياكل حاجه خفيفه، يجي بالليل مثلا ياكل فاكهه، انت فاهم؟ اللي هو بياكل على مراحل ووجبات صغيره، تمام. قال لك اللي بياكل مره واحده في اليوم وجبه كبيره ده شباب معرض اكتر، تمام، او بيقول لك تيكينج ا فيو لارج ميلز، عدد قليل من الوجبات بس وجبات كبيره، انما rather than more continuous feeding، الناس اللي بتاكل كذا مره في اليوم وجبات صغيره دي حاجه كويسه، تمام كده يا شباب؟ لان انت بتدي فرصه لجسمك ان هو ينظم في الحاله دي، انما لما تدخل له مره واحده كده هجوم، مره واحده كده بلارج ميل مره واحده في اليوم، طبعا ده بيخلي جسمك مش عارف يتحكم او يعمل ريجوليشن كويس، فده طبعا بيعرضك اكتر لايه؟ للهايبر كوليستروليميا والكلام ده. طيب خد بالك ان كل الفاكتورز دي يا شباب اللي احنا قلناها اللي هي الايموشنال ستريس والنيكوتين والكافيين، وان انت تاكل وجبه واحده بس كبيره او عدد قليل من الوجبات تكون وجبات كبيره في اليوم، قلنا ده بيعمل على elevated البلازما فري فاتي اسيد وانكريز ال في ال دي ال سكريشن باي ذا ليفر، فيعمل انكريز في الكوليسترول اوت بوت انتو سيركيوليشن، يعني ده بيزود خروج الكوليسترول في البلازما، في البلازما يعني كلمه كوليسترول اوت بوت انتو سيركيوليشن يعني ان الكوليسترول يخرج من الليفر ويروح لمين؟ للسيركيوليشن للبلد، تمام كده يا شباب؟ تمام. هو بيقول لك انكريز الفي ال دي ال سكري، برضه الفي ال دي ال دي يا شباب بيبقى فيها تركيز اتعلى من الكوليسترول، تمام كده؟ تمام، بس اقل شويه يعني من ال دي ال، وكمان الفري فات اسيد برضه كل ده بيزيد ايه؟ بيزيد في البلد، فده بيعمل ايه؟ هايبر كوليستروليميا، تمام كده يا شباب؟ تمام. وبكده يبقى احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الفاكتورز بتاعه الكوليسترول، وكده يبقى احنا تقريبا كده خلصنا كلامنا على الكوليسترول من اول الاستراكشر ومكانه فين في الجسم وازاي بنحصل عليه اكسوجينوس ولا اندوجينوس والامبورتنس بتاعته والخطوات بتاعه تصنيعه وازاي بنتحكم في التصنيع بتاعته بالميكانيزمات المختلفه وازاي بنعمل له اكسكريشن، واخيرا اتكلمنا في الفاكتورز اللي ممكن تزود او تقلل الكوليسترول. بعد كده هنتكلم على حالتين، الحاله الاولانيه يا شباب اللي هي الهايبر كوليستروليميا، فين بعض ده مرض يا شباب، ناس بيجي لك مثلا حد كبير عنده كده يجيب لك ليبيد بروفايل كده اللي هو تحليل دهون ويقول لك والله بص لي يا دكتور مش عارف اسمك ايه محمد ولا احمد بص لي على التحليل ده شوف لي عندي. طبعا انت المفروض لما تبص على حاجه زي كده يا شباب بتبص على طبعا الكوليسترول، بتبص على اللايبوبروتين زي ما ناخدها في الفيديو الجاي واعرفك انت تبص عليه وما تبصش عليه. طبعا انت بتبص على الكوليسترول الاول تشوف هو اعلى من 220 ولا لا، بتبص على الاتش دي ال وبتبص على ال دي ال. لو طبعا احنا قلنا دي ضاره، دي معلومه عامه مش تبع الدرس يعني، بس احنا هناخدها في الفيديو الجاي، ودي نافعه عشان بس لو حد ايه حابب يستفيد يعني. الاتش دي ال دي لو لقيتها عاليه تعرف ان انت ايه، لا ده انت كويس وتمام ومفيش حاجه. لو لقيت ال دي ال دي هي اللي عاليه ودي قليله تعرف ان دي في كده في مشكله، تمام كده يا شباب؟ يبقى انت لو لقيت الضاره عاليه والنفع قليله يبقى دي كده في مشكله، لو لقيت العكس يبقى هو تمام. طبعا بتبص على الكوليسترول برده، تمام كده بتشوف عندك كوليسترول عالي ولا لا. طيب بعد كده تعالى بقى، دي كانت معلومات عامه يعني، المهم تعالى ندخل على ايه؟ على الحاله اللي معانا اللي هي الهايبر كوليسترول. طبعا كلمه هايبر يعني عالي، معناها انكريزد البلازما كوليسترول كونسنتريشن، ان تركيز الكوليسترول في البلازما، في البلازما تمام اعلى من 220 مللي جرام بير ديسيلتر. طب ايه اللي ممكن يعمل الموضوع ده يا شباب؟ قال لك فاميليال، كلمه فاميليال يا شباب يعني وراثي، يعني منتشر في العيله اللي هو زي ما قلت لك الهيريديتري فاكتور هي اللي بتتحكم فيه او هي اللي بتعمله. الفاميليال هايبر كوليسترولينيا وده بتمثل التايب 2، لان يعني الكوليسترول الهايبر لايبو بروتينيميا يا شباب زي ما ناخدها بعد كده لها انواع كثيره في الكلينيكال، فيها تايب 1 وتايب 2 هكذا، فيها انواع كذا تقريبا اربعه. المهم يعني ما علينا، المهم ان التايب 2 ده يا شباب هو بيمثل الفاميليال هايبر كوليسترولينيا، تمام كده؟ تمام. ثاني حاجه ان يبقى في شخص، دي عوامل ايه؟ وراثيه، حاجه وراثيه ان هو شخص بالوراثه. طيب تاني حاجه ان هو على حسب الدايت ريتش ان كربوهيدرات كوليسترول ساتوريتد فادي اسيد. حد بقى بياكل ايه يا شباب؟ الاكل بتاعه مش متظبط، ما بياكلش اكل صحي، بياكل دهون كتيره، بياكل سكريات كتيره، بياكل باستخدام زيوت مهدرجه بقى ومشبعه، تمام كده، اللي هي ساتوريتد اللي هي الحاجات الضاره، تمام كده يا شباب؟ برده تعمل، لان الحاجات دي بترفع
الكوليسترول، تمام كده. طيب كمان بيقول لك في معلومه بقى يا شباب، انتوا عارفين طبعا كلنا عارفين الغده الدرقيه اللي هي بتطلع الثيروكسين اللي هي الثيرويد هرمونز. قال لك الثيروكسين اللي احد امثلتها اللي هو الثيروكسين اللي هو تي 3 او تي 4، اسف تي 4، احنا عندنا طبعا ثيرويد هرمون تي 3 وتي 4، تمام. المهم ان الثيرويد هرمون دي يا شباب امثلتها الثيروكسين. قال لك ده بيعمل ايه؟ وظيفه الثيروكسين ان هو بيستيميوليت الكونفرجن بتاعت الكوليسترول الى بايل اسيد. يعني الثيروكسين ده يا شباب بيزود تحويل الكوليسترول للبايل اسيد. فانت لو عندك الثيروكسين ده قليل معنى كده ان الكوليسترول مش هيتحول لبايل اسيد، فيقوم الكوليسترول يتراكم في جسمك ويزيد ويعمل هايبر كوليستيروليميا. يبقى امتى الشخص ده يحصل له هايبر كوليستيروليميا؟ قال لك في حالات الهايبوثيروديزم. يبقى يعني ايه هايبوثيروديزم يا شباب؟ يعني انت عندك ثيروكسين قليل، التي 3 وتي 4 قليلين، فده بيخلي التحويل الكوليسترول للبايل اسيد قليل، تمام كده يا شباب. تمام. رابع حاجه قال لك الدايابيتس ميليتس. الدايابيتس ميليتس اللي هو مرض السكر. ليه؟ لان مرض السكر ده يا شباب بيقول لك بسبب الجسم مش عارف يعتمد على الجلوكوز، فبيلجا او بيزود تحويل بيزود التصنيع بتاع الكوليسترول والدهون، وبيقلل الكليرنس بتاع البلازما لايبوبروتين، تمام كده، باللايبوبروتين لايبيد. ليه؟ لان هو حرفيا مش عارف يعتمد على الجلوكوز، وبالتالي بيلجا في اعتماده على الدهون، فبالتالي بيلجا ان هو يزود الدهون في البلازما، فطبعا ده ايه؟ بيخلي التركيز الكوليسترول يزيد. خامس حاجه طبعا اللي هي الاوبيسيتي. دايما السمنه كده، الناس اللي عندها مرض السمنه بتبقى دايما اسوشيتد بالهايبر لايبوبروتينيميا، وبيبقى عندهم كوليسترول عالي. سادس حاجه اللي هي الاوبستراكتيف جوندنس، زي ما قلت لك من شويه يا شباب، ان لو شخص عنده حصوات في المراره مثلا سدت البايل داكت، فده بيخلي البايل يتراكم، ونقول ان هو عنده جوندنس، يعني الصفرة. عارفين الصفرة؟ الصفرة دي بتحصل نتيجة اوبستراكشن في البايل اسيد. طبعا ليها اسباب، بس في من احد الانواع بتاعت الجوندنس اسمها ايه؟ اوبستراكتيف. اوبستراكتيف ليه؟ لانها حصلت نتيجة اوبستراكشن في البايل ايه؟ في البايل اسيد، تمام كده. طبعا الاوبستراكتيف جوندنس ده بيقول لك ان في الحالة دي بيحصل ديكريز للاكسكريشن بتاع الكوليسترول، لان احنا اتفقنا ان الكوليسترول بيعتمد في الاكسكريشن بتاعه بشكل اساسي على ان هو بيخرج مع البايل، تمام. فانت لما تسد البايل ده يا شباب يبقى الكوليسترول مش هيخرج، تمام كده يا شباب. تمام. طيب بعد كده سابع حاجه قال لك النيفروزز. النيفروزز وده بيبقى انون ميكانيزم. النيفروز ده يا شباب جاي من نيفرون. النيفروز ده مرض بيحصل في الكليه، تمام كده يا شباب. تمام. وده بيقول لك ان هو بانون ميكانيزم كده بيحصل هايبر كوليستريليميا، يعني احنا مش عارفين الميكانيزم، بس في حالات النيفروز دايما بيبقى مصاحبه بايه؟ مصاحبه بهايبر كوليستريليميا. بعد كده الكوفي درينكينج، السيجاريت سموكينج، دايما الناس المدخنه، الناس اللي بتشرب ميه، بتشرب قهوه كتير، تمام. ده بيزود الموبلايزيشن، الكافيين اللي في القهوه والنيكوتين اللي في الموجود في السجاير، قالك بيزود الموبلايزيشن بتاع الفري فاتي اسيد من الاديبوس تيشو، ويزود البلازما لايبوبروتين. يعني النيكوتين والكافيين يا شباب بيعملوا ايه؟ قالك بيزودوا خروج الفري فاتي اسيد من الاديبوس تيشو او من النسيج الدهني، ويخرجوه للبلاد للبلازما. بالاضافه طبعا ان هو بيزودوا كمان اللايبوبروتين اللي هي الذره، فده بيزود كله، بيعمل في النهايه ان هو بيزود الكوليسترول، بيزود الليبيد، فيعمل هايبر كوليستريليميا، تمام كده يا شباب. تمام. العكس بقى الهايبو كوليستريليميا. يعني ايه هايبو؟ يعني نقص. قالك الديكريز للبلازما كوليسترول كونسنتريشن اقل من 140. عشان كده قلت لك في الاول خلاص ان النورمال رينج بتاع الكوليسترول من 140 ل 220. لو اعلى من 220 يبقى هايبر كوليستريليميا، لو اقل من 140 يبقى هايبو كوليستريليميا، تمام كده يا شباب. تمام. طيب الكوزز بقى اللي ممكن يعمل هايبو، قال لك والله برولونجيت فاستنج، لان احنا زي ما اتفقنا في حالات لو انت صايم لفترات طويله فانت ما عندكش كربوهيدرات، فما عندكش اسيتايل كو اي، وبالتالي ما عندكش ايه، مش هتعرف تصنع الكوليسترول، تمام كده. بالاضافه طبعا ان في حالات الفاستنج الجلوكاجون هو اللي بيبقى عالي، هرمون الجلوكاجون، في نفس الوقت الانسولين بيبقى قليل، فلما الانسولين طبعا بيبقى لما ده بيديكريز السكريشن بتاع الانسولين، فطبعا الانسولين ده هو اللي كان بينشط الاتش ام جي كوري ريدكتيز، فلما الانسولين يقل يا شباب ده هيديكريز الاكتيفيشن او يقلل الاكتيفيتي بتاعت الاتش ام جي كوري ريدكتيز اللي اصلا كان بيصنع لك الكوليسترول، فلما ده ما يشتغلش يبقى الكوليسترول مش هيتصنع. طيب تاني حاجه قال لك الدايت ريتش ان انساتوريتد فادي اسيد، ان شخص بياكل انساتوريتد فادي اسيد بكميات كبيره قوي، وفي نفس الوقت ما بياكلش ساتوريتد فادي اسيد وكربوهيدرات وكوليسترول، تمام كده، اللي هو شخص بقى خايف من الكوليسترول فما بياكلش حرفيا كوليسترول خالص. ما انا زي ما قلت لك التلازما بتحصل على كميه معينه، ما تزودش وما تقللش، فانت لو قللت زياده عن الطبيعي تمام هيحصل هايبوكوليستريليميا. برضو في حالات الليفر ديزيز، لان انا زي ما قلت لك المكان الاساسي اللي بيصنع الكوليسترول يا شباب هو الليفر، وبالتالي لو حصل اي ليفر ديزيز او الليفر انضرب، فالمصنع بتاع حضرتك انضرب، وبالتالي مش هتعرف تصنع كوليسترول، تمام كده. يبقى اذا في اي ليفر ديزيز يا شباب هيحصل هايبوكوليستريليميا، لان الليفر هو زي ما اتفقنا السايت اللي معظم البلازما كوليسترول بتتصنع فيه، تمام كده. رابع حاجه ودي حاجه عكس
قلناه من شويه احنا اتفقنا ان الثايرويد هرمون ده الشباب بتعمل ايه؟ بتزود الكونفرجن بتاع الكوليسترول للبايل اسيد، بس خد بالك ده في الحالات الطبيعيه، انما لو الثايرويد هرمون دي قلت عن المطلوب تمام، فالكوليسترول هيتراكم فيعمل هايبر كوليسترول زي ما قلنا من شويه. طب افرض حصل العكس، يعني حصل هايبر ثايروديزم. هايبر ثايروديزم يعني يا شباب كلمه هايبر يعني زياده، ثايروديزم يعني زياده في الثايرويد هرمون اللي هم تي 3 وتي 4 تمام. قال لك لما بيحصل زياده في الثايرويد هرمونز قال لك والله ده بيزود بيستيميوليت الكونفرجن بتاع الكوليسترول للبايل اسيد، يعني طبعا لما يبقى موجود بكميات كبيره قوي فزود حرفيا تلاقيه حول كل الكوليسترول لبايل اسيد، فانت ما تبقاش في جسمك اي كوليسترول، فيبقى تركيز الكوليسترول في البلازما اقل من 140 فتدخل في حاله هايبو كوليستيروليميا. تمام كده يا شباب؟ طبعا واحد يقول لي طب ما هي دي حاجه الهايبوكوليستيريميا حاجه ضار، ايوه طبعا ضار، لان انت لما بيبقى عندك كوليسترول قليل فده احنا عرفنا من شويه اهميه الكوليسترول، ده هيأثر على الفانكشن والامبورتنس بتاعت الكوليسترول زي السلمن برين وانقسام الخلايا والنيرف كوندكشن وحاجات كتيره قوي. تمام كده يا شباب؟ فاذا الكوليسترول مش زي الشائع ان هو اول ما تسمع كلمه كوليسترول فدايما تتخض، لا الكوليسترول يا جماعه دايما كده لو سمعت بقى حد من العامه كده بيتكلم تقول له يا جماعه والله الكوليسترول ده سلاح ذو حدين، انت لو استخدمته كويس يبقى انت هتستفيد، لان هو ليه وظائف مهمه جدا، بيدخل في تركيب السلمن برين والنيرف كوندكشن وفيتامين دي 3 حاجات مهمه جدا تمام. فانت بس المشكله بتاعت الكوليسترول ما تزودوش عن حده، ما تزودوش عن 240 يعني ما تاكلش كوليسترول ياما قوي وما تقللش الكوليسترول عن حده تمام كده، خليك في ايه في رينج المتوسط في رينج الطبيعي تمام كده. طول ما انت في رينج الطبيعي انت بتستفيد من الكوليسترول، وبالنسبه لك الكوليسترول ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، طول ما انت في ايه في الرينج الطبيعي زاد هتنضر قل هتنضر برضه. تمام كده يا شباب؟ تمام كده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، دي شويه اسئله حاولوا تحلوها. الارقام في الدرس ده يا شباب مهمه جدا جدا جدا، جه عليها اسئله كتيره قوي قبل كده، كل رقم في الدرس ده مهم قوي بيتسال عليه وجه اسئله فعلا عليه، والستبس والانزيمات برده مهمه قوي نركز عليها يا شباب. وكده خلصنا المحاضره بتاعت النهارده، اخر فقره معانا فكيف بك ان جو وهلكت، دي كان عباره قالها ابن الجوزي كان بيقول يعني ابن الجوزي بيقول ان هو اسلم على تقريبا على هو خلى تسبب في اسلام تقريبا حوالي 200 الف واحد وناس ياما تابت على ايديه. فهو في مره كده كان قاعد في مجلس علم فبيبص حواليه كده لقى ان حواليه كده 10000 واحد، طب تخيل 10000 واحد بيعلمهم، فهو كده حدث نفسه يعني بيكلم نفسه فبيقول فكيف بك ان نجوا وهلكت، يعني تخيل كل الناس دي تنجو وتدخل الجنه وانت اللي تهلك، طبعا ده مش حدش ضامن تمام كده يا شباب. فطبعا هو بيقول ايه فبدا يدعو بقى يقول يعني ايه يا رب لو اردت بي عذابا يعني فيما معناه كلام فيما معناه ان هو لو يا رب لو انت عايز تعذبني فما تعرفش حد ان انت عايز تعذبني، ليه؟ ده مش عشاني ده عشانك عشان ما يقولوش ان هو عذب من كان يدل علي. المهم يعني ان انا بس الجمله دي اللي استوقفتني فكيف بك ان نجا وهلكت، يعني الواحد لو حدث بقى نفسه كده يعني تخيل كده انت قاعد كده دلوقتي قول لنفسك فكيف بك ان نجوا وهلكت، يعني تخيل انت كل الناس نجت ودخلت الجنه انت الوحيد اللي دخلت النار، حاجه صعبه صح؟ فربنا يرزقنا العافيه ويرزقنا الجنه وبفضله طبعا يعني مش بعملنا، ويتوب علينا جميعا ويغفر لنا ذنوبنا كلها باذن الله. وكده يا شباب احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقكم يا رب. سبحان الله بحمده، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك ربي واتوب إليك.